This conference will now be recorded. اوكي احنا راح نبدأ السيشن عشان نضل على الوقت. في حدا كاتب هبة نو ذير از نو فويس. هبة سمعتيني هلا؟ أوكي تمام، يعطيكم العافية. أنا اسمي سارة أبو الرب، Chairperson of Professional Development مع جمعية طلاب الصيدلة الأردنية ومسؤولة فريق التطوير المهني. بس هيك نبدأ بريف introduction. هلأ JPSA أو جمعية طلاب الصيدلة الأردنية هي جمعية غير ربحية، غير سياسية وغير دينية، تهدف لتطوير طلاب الصيدلة من الناحية العلمية والمهنية، ليكون عندهم المهارات والعلم اللي بيستفيدوا منه شخصياً ويقدروا يفيدوا في المجتمع عشان يتركوا أثر إيجابي وقيادي. هلأ الجي بي اس الجمعية فيها أكثر من فريق، كل فريق بيركز على إشي معين. في عنا فريق الصحة العامة، في عنا فريق الأنشطة الإنسانية وفريق التطوير المهني، وفي أكثر من فريق طبعاً. هلأ إحنا بفريق التطوير المهني من اسمه نهدف إنه نطور الطالب من الناحية العلمية والعملية والمهنية عشان يكون عنده السكيلز والنولج اللي بتهيئه انه ينضم لسوق العمل ويكون له دور فاعل فيه. الاكتيفيتيز تاعونا محور تقريبا على حوالين ثلاث اشياء. اول شيء كونسبت البيرسونال ديفلوبمنت، انه بنحاول نعمل ايفنتس او ورك شوبس بتطور من المهارات الطلاب الشخصيه، بنحكي عن كوميونيكيشن سكيلز، ليدرشيب، تيم ورك وغيرها. وثاني شيء فارماسي از ا بروفيشن، يعني ايش عندكم مجالات تشتغلوا فيها كفارماسيس بعد التخرج عشان الطالب يكون عارف أنا بعد ما أتخرج حاب أعمل واحد اثنين ثلاثة، فإيش بقدر أطور من حالي خلال فترة الدراسة. وآخر إيش اللي هو فارماسي إدوكيشن، يعني بيورلي نوليدج والإدوكيشن علاقة بالفارماسوتيكال سكتر، نحكي ممكن عن ريسيرش سكيلز، وركشوبس لها علاقة بالتوبكس الصيدلة، ممكن كيف مثلا التكنولوجيز ادفانسمنت وهي شغلات كيف لها علاقة بالصيدلة. طبعا هلا البي دي تيم في له لوكال كوردينيتورز زي ما شايفين عندكم بالباوربوينت. في عندنا 4 لوكال كوردينيتورز باربع جامعات. في عندنا جود بالجامعه الاردنيه، امجد بجامعه التكنو، هبه بالجامعه الهاشميه، وليان بجامعه الشرق الاوسط. هلا بس انه بريفلي عشان احكي لكم ايش هيك محور الاكتيفيتيز اللي بنعملها. في من شهر 9 لهلا عملنا الايفنتس اللي احكي لكم عنهم هلا. في عملنا كومبيتيشن اسمها بي ذا سوليوشن، اللي هي كان هدفها انه طلاب الصيدلي يلاقوا حلول لمشاكل بيواجهوها بالقطاع الصيدلاني ويعملوا لها برزنتيشن. كانت على مرحلتين، مرحله كانت انه سو جي بي اس اي لحالهم. في عندنا احمد خريصات اللي هو اصلا سبيكر اليوم، كان مشارك بهالكومبيتيشن فاز بالمركز الاول على مستوى جي بي اس اي. بعدين راحوا للمرحله الثانيه اللي هي كانت بمؤتمر عيناك على مستوى اردن وفلسطين وفاز بالمركز الثاني. في عنا بشهر 11 عملنا Anti Microbe Resistance Awareness Campaign، اجوا معنا ناس من الـ WHO Office حكوا ايش البلان تبعت الـ WHO في ليحاربوا التوبيك او ايش عملوا awareness عن Anti Microbe Resistance وهم كيف بيحاولوا يقللوا من تأثيره بالأردن، وحكوا عن مفهوم الهيلث بوليسيز وكيف الـ WHO Office بيعمل بوليسيز لتتناسب مع المشاكل اللي احنا بنحاول نحلها بالقطاع الصيدلاني والصحي. في عنا سيشن عملناها تكنيكس تو اتشيف اكاديميك اكسلنس، كيف انه الطلاب بيقدروا يلاقوا طرق جديده ليتعلموا ويحفظوا الاشياء بطريقه احسن تساعدهم بالتعليم. في عنا سي في رايتنج انترفيو سكيلز كانت مع ام اس فارما، كانت زي انتراكتيف سيشن كيف الطلاب يعملوا سي في، كيف يعملوا لينكد ان اكاونت، وكيف الانترفيو سكيلز اللي لازم هم يتقنوها عشان يحصلوا الشغل اللي بدهم اياه. في عنا Personal Development and Future Planning، هاي كانت Local Session بالجامعة الهاشمية نظمتها هبة اللي هي معنا اللوكل. كان هدفها إنه إحنا جبنا Professionals ودكاترة من الجامعة وحكوا عن كيف الطلاب بيقدروا يطوروا السكيلز معينة especially علاقة بالماركتينج، لحتى يكون عندهم النوليج المناسبة إنهم ينضموا لسوق العمل. في عنا سكين كير اند كوزمتيك سيشن، كان في لوكال سيشنز بالاربع جامعات، وسكند فيز كانت بعباره عن سيشن بمحل بالبوليفورد بالعبدلي، وكانت كمان ان كولابوريشن مع روحي فارماسي. فكانت السيشن عباره عن اويرنس عن كوزمتكس وسكين كير برودكتس بالاضافه لكومباوندينج زي ما انتم شايفين بالصور، فالطلاب عملوا شويه كومباوندينج مع روحي فارماسي.
في عنا عملنا debating event مع نادي الفكر المناظرات من جامعة الأميرة سمية، وكمان عملنا forensic sciences event اللي هو بحكي كان مع مستشفى البشير مع مركز الطب الشرعي، حكوا عن دور الصيادلة كيف هم إنهم دور بمجال الطب الشرعي especially أهمية موضوع التوكسيكولوجي وهاي sciences كيف إنهم بيستخدموها لحتى يكتشفوا جرائم معينة لما يعملوا بالبحث الجنائي يعني. ومن أهم الأشياء اللي عملناها بهاي الفترة خلال الحجر عملنا إشي اسمه PD Entertainment Guide، هو عبارة عن يعني زي ويب سايت تقدروا تفتحوا عليه فيه 5 categories منها courses منها books منها movies و TV shows وفي منها كمان journals تقدروا تفتحوا على اللينكس وتستفيدوا من هاي الأشياء. طبعاً هي كلها for free، في courses إنه بتحتاجوا تدفعوا بس عشان تاخذوا الشهادة، otherwise أغلب الكورسز هي for free. وراح نبعث لكم اللينك هلا بالشات بوكس عشان اذا بتحبوا تفتحوا عليه لقدام، وكمان راح يكون عندكم اللينك بالماسنجر. تمام، هلا بس عشان نحكي عن محاضرة اليوم، هلا السيشن هاي هي من اسمها بي ذا اكسبشن، احنا عم نحكي عن حاولنا لمره هيك يكون الفوكس تبعنا بس يكون على الطلاب نفسهم، احنا دائما نجيب سبيكرز يا اما بروفيشنالز او انه دكاتره من الجامعات، فحاولنا هاي السيشن يكون انه نورجي الطلاب الصيدله انه في طلاب وفريش جرادويت درسوا صيدله وابدعوا سواء بهذا المجال او لقوا باشن بمجال ثاني، يعني بس انه درسنا صيدله doesn't mean انه الحياه بس صيدله او انه انا مثلا ما بحبها فما راح انجح بحياتي، فحبينا يكون هيك الهايلايت منه نعطيهم بوش ومنه هم يعطونا موتيفيشن والانسبيريشن وكيف الواحد بيقدر يحقق نجاح باي مجال هو بحبه. وكمان عندنا جست سبيكر اللي هو دكتور زيد نقيب الصيادله، بكل سيشن احنا بكون عندنا هيك جست سبيكر، وراح يكون عندنا تو ستودنتس هم احمد خريصات وفي عندنا داني ابو هديب. هلا كل سبيكر راح يكون معه من ربع ساعه لثلث ساعه يحكي، بعدين فولود باي 4 تو 5 كويستشنز فروم ذا ستودنتس عشان تكون السيشن انتراكتيف. الاسئله ما بتتعدى 10 مينت عشان نكون محصورين بالوقت ونكون ماشيين اون تراك. فراح يبدأ دكتور زيد، بعدين راح تكون عندنا دانيا، بعدين أحمد. هلأ بس عشان التنظيم الأسئلة بليز، إذا حدا عنده أسئلة بعد ما يخلص السبيكر يعني مثلا حكى إنه أوكي أم دون، هلأ نفتح مجال للأسئلة، بلشوا حطوا أسئلتكم. بتقدروا تحطوا دبل آي أو أي إشي بدكم إياه بالتشات بوكس عشان تحكوا إنه عندكم سؤال، دبل آي هي يعني لغة مختصرة عشان نعرف إنه عندكم سؤال. إذا حدا مش فاهم إشي معين يكتب حرف سي، سي معناها clarification. إذا حدا عنده مشاكل مش قادر يسمع الصوت مش قادر يشوف السكرين هاي الشغلات حطوا حرف تي معناها تكنيكال. إذا حابين تختصروا كلمة yes و no ممكن تعملوا y for yes و n for no. و please make sure to mute your microphones at all times عشان إنه ما يكون في ضجة على السبيكر. تمام، هلا أنا هيك خلصت بس نشوف، وبدي أرحب بكل السبيكرز اللي معنا اليوم بكل الأتنديز، ف thank you for joining us. Dr. Zaid, if you're in the chat on the session, you can start. You have the floor. Okay, perfect. Yes, you have the floor. Please. Do you want it a video or do you want the sound? I would love to see you, but at the end. First, the sound is clear? Yes, it's perfect. Hello, thank you. وشكرا لانك you joined us in this session، بعرف انه وقتك ضيق فعن جد thank you، يعطيك الف عافيه. This is it's my pleasure. Since ما في شيء على السكرين راح احاول احكي معكم. هلا انا بقدر اعطيك شير سكرين بس دقيقه. انا I think حطيت بس I don't see myself. وبليز تل مي هيك صوتي اوضح ولا قبل اوضح؟ No it's good this way. It's هيك ولا هيك؟ لأن هاي فيها السماعة وهديك بدها سماعة. I'd rather without. إذا قبل كان واضح بضل زي أول. التنين واضحين اللي بريحك. بلا بدون سماعة. طب
I made you the presenter. I think if you want to share anything, you can do it now. أنا بس my screen عشان أشوف حالي وأنا بحكي معكم. Okay. Sorry. Can you guys see me? أنا لا. I كبست على share screen. حطيت share screen, yeah. أنا مو طالع عندي ما بعرف أشوف الباقيين. Okay, the others can see you. They can see me. And I can see myself. Okay. It seems I've done something. How come? هل أنتوا شايفيني ولا لا؟ هم كاتبين بالشات بوكس إنه yes they can see. Okay. خلاص. ها شايفين شايفين no yes no yes. بس مش شايفة أوكي هلا فهمت شو عم تعملوا أوكي. كاميرا مقلوبة دكتور غلط فيها غلبتكم فيها معناته خلاص جايز راح احكي معكم حكي معناته اذا مغلبتكم الكاميرا everybody is with me yes okay اول شيء مساء الخير and let me start اقول لكم الله يعطيكم الف عافيه I really appreciate what you guys are doing يعني JPSA has been with us for years كنقابة ومش بس معي وأنا نقيب يعني حتى من قبل تعرفت عليكم بال 2010 كنت أنا لسه عضو مجلس جديد و I've seen the activities how they evolved من أول ما بلشتوا لهلا honestly within the past 3 years من وقت ما أنا صرت نقيب لهلا عم بشوف شغل كتير منيح وكتير رائع وقد عم تكبر وقد عم تشتغلوا بسرعة فبدي أقول لكم يعني مني لكم كل شيء الله يعطيكم ألف عافية you're doing great job and you make us all proud thank you thank you احكي لكم عن حالي اللي فهمته انه بدكم تعرفوا عني شوي شو انا عملت كيف انا صرت نقيب صيادلي وان جنرال اقول لكم وات اي ثوت اوف فارماسي ات ذا بيجينينج كيف وصلنا هالمرحله انا اول شيء للي ما بعرفني انا اسمي زيد الكيلاني زيد روح الكيلاني صيدلاني درست صيدلي غصبا عني عشان تكونوا عارفين ابدا ما كنت ادرس صيدلي ابوي صيدلي عنده صيدليه روحي فخيرني خيار مره قال لي لسن بدك تدرس صيدلة قلت له أنا more into business administration and I don't want to be a pharmacist ما بدي أكون صيدلي بحب business كثير أكثر قال لي شوف إذا بتدرس صيدلة بتقدر تشتغل business بس إذا بتدرس business بحياتك ما رح تقدر تشتغل صيدلي ف you need to make the decision فأقنعني بصراحة بسهولة قلت له خلص بدرس صيدلة وبشتغل أي شيء تاني بدي إياه وعن جد هذا اللي بيصير إنه اللي بدرس صيدلي بيقدر يعمل أي شيء تاني بده إياه وأنا هيك درست صيدلي وبعديها حبيت أكمل كملت ماي ماسترز بالبزنس أدمنستريشن وجمعتهم عملت الكومبينيشن اليوم اللي بدي أعرف أهمية الصيدلي أنا أولادي بدهم يدرسوا صيدلي ولا ببالهم صيدلي بتعرف إمتى حسوا فيها بالأزمة اللي نحن هلا عم نمر فيها بالأزمة هاي أول سكتر بعد الوزراء ورئيس الوزراء وقبل أي حدا تاني فتح هو الصيدليات لأنه اليوم تكتشفوا إنه بهاي الأزمة نحنا we're a very important sector we're part of the healthcare providers a major part of the healthcare providers socially طبعاً لازم ناخد دور أكبر من اللي عم ناخده وهذا اللي عم بحاول أعمله دائماً إنه نحنا الصيدلي يتقدم والصيدلي يوصل مرحلة عن جد متقدمة بالمجتمع الأردني لو بطلعوا على الصيدلي بالمجتمعات اللي برا بتشوفوا قدي الصيدلي ماخذ دوره الحقيقي اليوم مين اللي بيعطيك دورك ومين بيعطينا دورنا نحن اليوم نحن عم ناخذ دورنا الحقيقي فهذا الشيء اللي الواحد لازم يعمله عشان يقدر يفرجي قد ايه هو الصيدلي شيء مهم وقد ايه لها امباكت كيف بناخده انه نقدر نفرق انه اتس ا بروفيشن جي بي اس اي اليوم انت عم تعمل انتدكشن عن جد شيء ام فيري براود فيها لاينز فيها ديفلوبمنت فيها مجالات مختلفه هاي كل المجالات اللي بنحكي فيها نقدر نشتغلهم وحكيت جملة كتير ممتازة إنه أنا بقدر أدرس صيدلي وأنا حكى ليها أبوي وهي مزبوط وبقدر أعمل أي إشي تاني اليوم world leaders ب big companies CEOs ما له دخل بالصيدلي marketing إحنا مندرس صيدلي نعمل marketing وتعرفوا إنه نحنا we need to think out of the box because we cannot promote the medicine directly لل patient عشان patient ما بقدر يأخذه ف we really need to think out of the box تخيل لما think out of the box تروح على شركة ما عليها restrictions قديه بتكون كرييتيف فاللي نحن عم ندرسه نحن بخلينا نفكر بطريقه كثير عن غير عن الباقي اليوم اذا بطلع على البروفيشنز اللي زينا الطب يو ادفانس ان ميديسن لما تدرس اي شيء ثاني هندسه يو ادفانس ان انجينيرينج بس لما تدرس صيدله
So you can advance in multiple sectors. Pharmacy is one of them. Marketing is another. Finance is another. كل ما تفكر فيها research and development شوف قد ايه عندنا sectors نقدر نشتغل فيها. طبعا انا هدول اشي بسيط لو نكمل ندخل ببحر ما بنطلع منه. قد ما السكتر تاعونا مهمة وكتيرة وبنقدر نشتغل فيها كتير. ضيف عليها أنا التشالنجز اللي واجهتني. التشالنجز اللي واجهتني إن أنا عندي مشكلتين. مشكلة هي مشكلة بس بتقدر تحولها لإيش منيح. أنا دائما مستعجل. كتير مستعجل. بحب يعني خلص إذا في عندي شغلة I can see التارجت بحطه براسي بضل ورا. فهذه خلاني أجيب على younger age. طبعا هلا لما بلشت كنت younger age. اللي أنتوا شايفين لحية بيضة طبعا هي عشان الأزمة. وهذا كلياته عشان الوضع اللي نحن فيه بس compared للنقباء و compared للpeople اللي استلموا البوزيشن تبعي today I'm the youngest وبعمر النقابات كلياتها I'm one of the youngest اللي عمرهم استلموا هذا البوزيشن a big challenge كانت age كانت كتير challenge كبيرة انه الناس تقول لك صغير 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 اهم اشي challenge تاني انك not to lose faith ما تفقد الامل أنا اللي بفكر إني أنا نزلت ونجحت من أول مرة لا أنا نزلت أول مرة كان عمري 27 سنة عضو بورد ممبر يعني أكبر منكم بشوي هلا نزلت وقلت جاني تليفون نزلت بآخر 10 أيام وقلت let me try my luck I want this نزلت وما حلفني حظ مروا 2 years كان 2 years أعضاء المجلس رجعت نزلت جبت أعلى فوتس ما اشتغلت كتير أول مرة ما كنت عارف شو السيستم ولا بعرف وين النقابة وزي معظمكم لا بعرف شو النقابة ولا عمري وصلت ولا بعرف موظفين وشو بتعمل لي النقابة شو بتسوي لي النقابة نزلت 2010 كان عمري 30 سنة 29 سنة صرت عضو مجلس صرت مساعد أمين السر رجعت نزلت المرة اللي وراها صرت أمين السر بعديها رجعت كان عمري 37 سنة أو 36 سنة نزلت نقيب ما حلفني الحظ رجعت نزلت مرة وراها نقيب وحلفني الحظ فيو نيفر شود ما عمرك to give up إذا في إشي بدك إياه ومقتنع فيه صدقوني ضل ورا توصل بس الفرق مش بضل ورا وأنا قاعد ضل ورا وبشتغله شو عملت غلط وين غلطت ليه ما انتبهت على هيك overconfidence is something I really بتعلم واحد من غلطه يعني أنا ما زلت نقيب أول مرة I was overconfident إني أنا راح أخذها no way ما زبطت معي فكنت You should work for it. تتعلم من غلطاتك. تشوف شو بدك تعمل. بعدين never give up. Business wise. اشتغلت البزنس. أنا أول ما بلشت كمان. أبوي عنده صيدلية. ودرسنا سلاش أشتغل عنده بالصيدلية. رحت عنده أشتغل بالصيدلية. أعطاني junior salary. وأنا بنخني بأربع حيطان. ما قدرت أقعد بالصيدلية. قلت له ما بزبط هيك. قال لي لا بتبلش زيك زي غيرك. قلت له لا. To be honest. أنا I can find my worth somewhere else. رحت قدمت medical rep. وكان بدي فايزر ضليت وراهم اشتغلت بفايزر بعد ما اشتغلت بفايزر 3 years على السنة الثالثة طلعت على الهيراكي تبع فايزر اكتشفت انه it is a sales office والديفلوبمنت فيها كتير كتير بطيء وانا حد زي ما قلت لكم كتير مستعجل فقلت خليني اروح اعمل اشي تاني فحبيت اروح قدمت على شركات تانية بعدين قلت why not do my own business فتحت مستودع ادوية كنت انا الميديكال ريب والمحاسب اخوي كان معي نفس الشيء كان متخرج جديد صيدلاني صدنا أنا ويا مادك الرابس محاسبين نحن نطبع الفواتير نحن السيلز نحن نحصل نحن نودي نحن نجيب all day long this is our job bread and butter وبلشنا نبني المستودع شوي شوي الناس تقول لك بس كان عندك financial backup nobody knows إنه لا actually ما كان عندي financial backup أنا أبوي لما تخرجنا حكى شغلي قال أنتوا خلصتوا أنا خلصت اللي علي تو أخذتوا شهادات that's it بدكوا job عندكوا job بالصيدلية بدكوا تعملوا شيء تاني you're okay you're on your own رحنا واخذنا قروض وي توك ريسكس الريسكس مدروسه يعني كمان مش واحد يتحمس يقول بدي اروح اخذ اي ريسك لا الريسك لازم يكون مدروس اخذنا ريسكس مدروسه اشتغلنا اليوم انا باكد لكم ما حدا بيشتغل وبتعب ما بوصل للي بده اياه ذس از يعني understatement واللي بقول لكم واسطات وشغل ومحسوبيات هذا كله موجود بس صدقوني دائما قارنوا بين حدا عن جد بيشتغل وبيقدم وحدا عنده وصمة لا بتلاقي اللي بيشتغل بيقدم دائما appreciated more هلا شو بيصير مع المعظم كمان لازم تلاقي حالك فيلدنا كتير كبير مش معناته أنا بدي this position this thing إنه خلص حط ببالي أنا بدي medical rep يعني أنا medical rep يمكن character تاعتي ما بتزبط
مش معناتني بدي بصيدلية يعني لازم أروح على صيدلية، يمكن كاركتر تاعتي ما بتزبط. كل شيء فيه له بيرسوناليتي، كل شيء له سكيلز، كل شيء له بيرسونال سكيلز. بعدين أنتوا كتير جي بي اس اي والطلاب اللي بشوفكم، يعني أنتوا بصراحة يور أدفانسد، عم تشتغلوا على حالكم، عم بتطوروا بحالكم. This is very important. كل الاكسترا كوليكري اكتيفيتيز اللي عم تعملوها هل لو أنتوا بتدرسوا ما بتساعدوا قد ايه رح تفيدكم اول ما تتخرجوا، رح تكتشفوا انكم مرت عليكم جربتوا. كتير ناس اليوم انا بتخرجوا وبشوفهم يجون على النقابه بس honestly they lack a lot of skills. اللي شغالين متطوعين عاملين كورسز اصايد فوق الجامعه تكتشفوا قديش عندهم سكيلز ادفانسد اكثر، وقديه بيلاقوا الجوبز اسرع، واكسترا بيكونوا عارفين شو اللي بدهم اياه. اهم إشي انتو تعرفوا شو اللي انتو بدكم اياه. انا عم بحكي كتير ترى، انا اذا بتخلوني احكي بضل بحكي كتير، فانا would like someone to stop me اذا عم بخلص وقتي او يقول لي لا continue، يعني عشان اعرف وين اذا عم بمشي. No continue we have time، بس يخلص الوقت بحكي لك انه اردنا نخلص. Okay, give me 5 minutes before. Okay. Okay, 2 minutes before. What else? My advice usually إلكو دائما تبعوا الشغلة بتكون إياها. Passion إشي كتير كتير مهم إن تكون حابين الشغلة. اليوم درجع على الانترودكشن، كتير منكم درسوا صيدلة لأنه أهليهم خليهم يدرسوا صيدلة، وأنا متأكد كتير منكم درسوا صيدلة لأنه ما طلع لهم التخصص بدهم إياه، أو هذا اللي كان available، أو هاي الجامعة قرب لي، أو هذا اللي أنا عملته. Don't stop there. اليوم education doesn't stop by the way. تقدروا تكملوا إيش ما بدكم. You can do another degree. You can do courses. And I would go for courses. I would not go for degrees. Unless, طبعا ما don't quote me عليها. بس this is an advice, a personal advice. It might not work. مش رح تزبط مع كل حدا. بس أنا بهمني كمان أنتوا تكونوا ببالكم. اليوم رح يصير عندكم بعد ما تتخرجوا فكرة. رح تيجوا تحكوا طيب. نروح على نكمل ماسترز بي اتش دي ولا نعمل كورسز بي سيرتن فيلدز. اوف كورس عم بحكي سيرتيفايد كورسز. انا وود جو فور كورسز هلا الفتره هاي، ايام زمان ما كانوا الكورسز الموجودين هلا. لا انا وود جو فور كورسز، كورس ان ماركتنج، كورس ان فاينانس، كورس، وبتطور بهذا المجال عشان اشوف حالي. اليوم اذا بدك تكمل بالفارماسيوتيكلز او بالفارما ماسترز او بي اتش دي، انت بتصير ليميتد، يور ليميتنج يور اوبشنز فور ذا فيوتشر. معناتك يور جوينج لا ترند اكاديمي او ريسيرش. اف ذس از وات يو وانت يور جوينج ذا رايت دايركشن. اذا لا بدك تفيدك بشغل، برودن يور هورايزن، اعملوا شغلات ديفرنت واربطوها بشغلكم الاساسي. كل ما تربطوها باللي انتم درستوه بتكتشفوا انه صار عندكم فيجن اوسع. الفارماسيوتيكال بخليك تفكروا 360، اللي بدرس صيدله اللي بخليه يصير فكر 360 مش هوريزونتالي زي ما حكيت الاول، فيرتيكال سوري، تصير تفكر هوريزونتال، لانك بتاخذ فارماسي، بتاخذ محاسبه، بتاخذ ستاتستكس، بتاخذ ماركتنج، فانت تشوفوا كيف تتعدد جنب بعض. باقي التخصصات انتم تكونوا طالعين فيرتيكال، فكل ما كنتوا هوريزونتال كل ما الاوبشنز تاعونكم بتزيد كثير. أهم إشي الباشن. الباشن للشغلة اللي أنتوا بدكم إياها regardless whether it's in pharmacy ولا بتخصص صيدلي ولا بتخصص تاني، اعرفوا إنه أنتوا بتقدروا تكملوها لو إذا بدكم إشي for the future. The future is going towards pharmaceutical law. شغلات بتقدروا تكملوا ماسترز فيها، بتقدروا تشوفوا إنه في عندنا نقص فيها. Research دائما دوروا على الشغلات اللي إحنا ممكن نستفيد منها. صناعة عندنا كتير شغلات نحن ممكن نتطور فيها. How to become passionate about something. انت ما بتصير تفكر تقول انا الموضوع الفلاني بتعرف عجبني، لا بتكون هيك جوا في اشي that drives you، في اشي that gives you the push to wake up in the morning. طبعا هذه ما تفكروا 365 a day per year، يعني كل يوم بالسنة راح يكون عندك هذا الباشن، لا بيجيك ups and downs. اهم اشي تلاقي لما يكون تكون down what would make you wake up next morning وتكون energetic. انا شخصيا بيجيني ايام really miserable, extremely stressed و over pressured واشياء بقول يعني الجبل ما بيحمل الوزن اللي مرات انا بحس حالي حامله، يمكن غيري بقول لك ولا اشي. بس what do I do? For example, personally بقول okay tomorrow is another day. بقعد بنام بكير يومها، بصحى early very early, I exercise و I go full of power. بقول صفحة جديدة، تعالوا حط pinpoint، سجل، اكتب what did I do, what am I gonna do,
let me minimize my problem. Let's وزعها قسمها وتبدا تخف عندي مشكلتي. This is how I deal with it. غيري بيجي بيقول لي لا انا بنام بس بنامش طول الليل بحلها بليلتها. كل حدا عنده إشي بس you need to find your own way كيف تقيم هذا الاسترس وتحول الاسترس لإشي إيجابي. اليوم نحن بنمر بأزمة أزمة كبيرة. كل حدا بسألني بيقول لي أزمة ومصيبة. yes it's مصيبة. أول شيء بسأل مصيبة علينا بس ولا على العالم؟ مصيبة على العالم. إيكونوميك اللي رح تدمر الأردن ولا العالم؟ رح تدمر العالم. وضعنا كصيادلة وصيدليات بقولهم الله يكون بعوننا بس إيفنشلي شو بقولهم؟ بقولهم بس الحمد لله إنه يعني نحن صيادلة معظم السكتر تاعنا وثلاث أرباعه فاتح مداون كومبير لغيرك. اللي المثل اللي بحكي لك بتسمع مصيبة غيرك بتكون مصيبتك. ففعلا هيك الواحد بيصير يفكر طب what can I do؟ طب how can I make something better of this crisis؟ بلشنا نفكر تكنولوجي. دخلنا هلا مثلا فكرة ألو الصيدلي immediately النقابة هلا عم نفكر نعمل الموبايل application للمواطنين عشان يخلي دور الصيدلي موجود. بلشوا صيادلي يفكروا out of the box. اليوم ما في أطباء مداومين كيف نحن بدنا نعالج؟ بلشنا نحكي بالمعقمات بلشنا نحكي بالsterilization بلشنا ناخد دورنا advice. we have to create a need. بتلاقي النيد بتلاقيها. حاولوا كل إشي لفوائد. حتى المصايب تتحول لفوائد. قد ما الواحد يقول لي هذا حكي وثيوري أنا عم بحكي عن براكتس. طبعا مش كل شيء صورة جميلة يمر عليكم ups and downs ولكن eventually this is the case و this is how it should be أو this is how I run my daily life. وأعطوا كل شيء حقه. دائما أعطوا كل شيء حقه. don't overwork don't overstress لأنه الراحة مهمة. free time مهم. لاقوا هوبي regardless إيش ما كانت تكون. لاقوا هوبيز دبكة dancing music رياضة reading vacationing كل شيء. ولما تحكوا weekend أعطوا حالكم weekend whether بحياتكم whether بشغلكم. أعطوا حالكم يوم off. أعطوا إشي personal. دائما كل شيء personal. بكرة رح تشوفوا حالكم بتقدموا للعالم أكثر من تقدموا لحالكم. لا أنتوا لكم جسمكم وصحتكم هذا برضو بيحتاجوكم. فأنتوا هذا كلياته بيعطوكم energy to continue. ولقوا إشي بتحبوا. شو كمان بقدر أحكي لكم؟ اسألوني سؤال إذا فيه. دكتور هلأ ضايل معنا تقريبا 2 minutes بس إذا بتحب تأخذ أسئلة من الطلاب إذا yes, بد معنا مشكلة. بحب نايد لايد راذر بكونها. اسأليني شوية بس أنا طلعت لي بيلسان سألت سؤال بجنن. ever thought about giving up at some point? oh my god كتير مو شوي كتير. بوصل مرحلة بقول خلاص زهقت عمري ما رح أعيدها ما بدي. كتير 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 مش شوي يعني مش إشي بيجيني مرة بالسنة لا. بكل stressful situation escape is the easy route out. دائما يعني الهروب أسهل إشي. فدائما أول إشي بخطر على بال أي بني آدم طبيعي إنه خلص I don't need this خليني أهرب من الوضع خلص خليني الحمد لله أموري منيحة بدي أسوي إشي تاني. كتير بفكر فيها بس eventually لا برجع بفكر بعقل وبطلع منها بس أفكر yes. R&D بالأردن كتير عم نحاول نشتغل عليه. to be honest مش زي أمريكا طبعا ولا زي الدول لأنه it needs a lot of cash it needs a lot of money. عم نحاول نقنع الجوفرمنت انه يصير في زي بلاد برا صناديق للار ام دي. هلا المصانع عندنا بالذات فيها كم مصنع ثينك ام اس فارما حكمه يعني في فيو قاعدين بيشتغلوا هافيلي بالار ام دي. فذيس از ا جود فيوتشر بس بدنا حدا يدعم لانه اذا ما في مصاري وراها بتعرفوا ات تيكس ا لونج تايم. اي بيليف ان ذا فيوتشر يس راح يكون فيها بس نوت ان ذا فيري نير فيوتشر. لا 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 لا, لا, لا الصيادله ابدا مش اطباء. نو محمد وانا حتى لقب دكتور اخذناه نحن وبنحكى لنا دكتور. انا بيرسونلي اي درايفر صيدلي وبيوروب كلياتها اسمه مستر فارماسيست ما اسموش دكتور بس بالاردن اجى اللقب وضليت وراها. عرفت ليش اجى اللقب؟ اجى اللقب من اتحاد الصيادله العرب هن قبل 10 15 سنه something like that طلعوا بقرار انه يسموا بالوطن العربي الصيدلي دكتور. بس لا نحن مش أطباء نحن منكمل عمل بعض.
لا جد دا 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 دا. شو الحل إذا ما عندنا باشن؟ بدك تدوري دفنتلي، رح تلاقي إشي. إلا ما تلاقي إشي مستحيل، في إشي لازم تلاقي إشي to drive you. عم بدوري بالواحد الغلط، عم بدوري بالفكرة الغلط، عم بدوري بالإشي الغلط، out of the box. فكري بإشي هوائي إلا ما يطلع معك إشي. عم بدوري محل غلط، بس بالآخر رح تلاقي، مش شرط تلاقي بسرعة بس بتلاقي. courses help you. finance إشي كتير أساسي، لأنه كل البزنسز فاينانس إذا بتروحوا بزنس. it depends طبعا على الباشن. marketing نحن كتير إشي future كله بالماركتينج. IT technology هدول courses بقولكم بنصحكم روحوا عليهم. social media marketing هدول الشغلات كلياتها the future going digital. فأي إشي ديجيتال بتاخده بلس فاينانس، لازم تكونوا قوايا بالفاينانس. بإيش ما عملتوا لازم تكونوا قوايا بالفاينانس. مش عم لحق. From where should I start؟ نكمل ماسترز. نكمل ماسترز. رغد بيعتمد، أنا برأيي ماسترز إذا إشي ديفرنت كورس بحب، أنا ديفرنت ما بحب نفس الصيدلة. أنا لسه كملوا أكاديمي، إذا رح تكمل أكاديمي بكمل بالصيدلة، غير هيك لا. أنا راذر ماسترز بي ام بي اي بزنس او لو او كورس زي ما حكيت. I need to have an exact plan for the future while we're still studying now. When did you make up a plan for your future? اسمع انا هذا كمان don't quote me. انا actually never had a plan for my future، وهذا غلط كبير. هاي مش نصيحه صح، هذه غلط فيي. انا I'm bad at time management. I'm very bad at time management and very bad at planning honestly. بس انا لما تجيني الباشن بلحقها بلحظتها. هذا الشغل فيه بحط شغلة براسي بمشيها. بس أنا I've never worked on a five-year plan، وهذا غلط مش صح. بدي أعطيكم another success story of a friend of mine. من نحن بالجامعة حط five-year plan، كان كتير advanced، حط five-year plan، حط ten-year plan، وحط بعد ten-year plans. وبعد ما تخرجنا وسنين باجي بقول له إيش، قال لي بتذكر البلان اللي حطيتها؟ قلت له، قال لي أنا هلأ ahead of my plan five years. حياته كتير أنظم مني. بقولكو it depends على الكاركتر، بس أنا I would rather you put a plan. بكير تحطوا plan لأنكم ما بتعرفوا the future، بس this is very important. eventually at one point بدكم تحطوا plan لكم، وين انتوا اليوم، وين انتوا بدكم تروحوا، بدكم تو own a pharmacist. بس لو الباشن لحالها رح تيجي كل plan. online pharmacy online counseling. شوف بصراحة the future might head this way. بالأردن ما راح تصير لسبب، عنا عدد صيادلة كتير إلها دخل بشوية بوليتكس، إنه كتير عدد صيادلة، عدد صيدليات كبيرة، كوميونتي تاعنا مختلف، المشوار بين المريض والدكتور والصيدلية is minutes away, is not like the USA ساعة وساعة ونص. هلا online counseling ممكن، بس online delivery و buying medicine وهذا definitely I'm personally against. أنا بحب المريض يدخل على الصيدلية يقعد مع الصيدلية. هلا eventually راح يكون في online counseling، وبلش online counseling بالدواء. دور الدكتور صيدلي حقيقي مليون بالمية راح، هذا it's taking time لأنه ال changes والrejections كتير قوية. بس بوعدكم إنه هذا راح يتغير، بدها وقفة مع بعض بس definitely راح يتغير. وبلشنا بتعديل القوانين لما حطينا إنه المستشفى لازم تحط دكتور صيدلي، المادة الوحيدة بكل المستشفى لازم يتعين هو دكتور صيدلي. This is a step forward. هلأ مع ال... بس هلأ إجت ال... يعني هلأ نحن عم نعمل announcement لأنظمة على أبي ديوان التشريع، hopefully بتقوي دور السنة. تيمة سؤال محرج شوي. سألتني تيمة إذا أنا أخذت وقتي لتخرجت ولا تخرجت بسرعة. أنا بكل شيء مستعجل إلا لما درست صيدلة، لأنه ما كان عندي passion للصيدلة. I really took my time وغيرت أكثر من جامعة لحتى تخرجت صيدلي، بس ضليت وراها لأنه صار التحدي بالآخر صعبة. مش كتير عجبني أدرس صيدلي والفارماكولوجي والفارماسيوتكس والأورغانيك كيمستري والفيزيكال فارماسي، عن جد ضايقوني هدول السبجكت. بس إيفنتشلي ضليت وراها لأخذت الشهادة، بس لا أخذت أكثر من راحتي وطولت. يعني ما تخرجت بفايف ييرز عشان تكونوا بالصورة، مش راح أحكي أكثر من هيك. هل في جهات محددة موثوقة تقدر ناخذ فيها كورسز؟ أنا ما عندي شيء أعلنكم يا، بس دفنتلي أنتوا بكرة بتتعلموا إيش إن الكورسز what to do في. طبعاً ريلايبل، أنا دائماً بحب إشي سيرتيفايد، إنه أنت تاخده لما تحطه على شهادتك أو تحطه على السي في تاعك يكون accredited، مش بس كورس إكس من الناس عطاني إياه. لما تقولي إكس من الناس بس اقرأوا مين الشخص اللي بيعطي الكورس، شو الشهادات اللي معه، إذا سيرتيفايد من جهة انترناشونال أو لوكال معروفة بيكون أحسن.
بفرق كتير دور دكتور الصيدلي بدوره عن الصيدلي ومتى راح يصير دوره بشكل فعال، بيعتمد على شو نعمل. هلا اليوم حقيقة لا، ما في فرق كتير unless بالهوسبيتالز، hopefully later on yes راح يكون في فرق لما الدكتور صيدلي ياخذ التريننج اللازم ويكون جاهز بشغله عملناها شغله البورد، البورد الصيدلاني لما ياخذ البورد يس راح يكون دوره فعال بشكل رئيسي. سوري. مين افضل برايك، الدكتور صيدلي او الصيدلي؟ اثنين صيدلي برايي، هذا طبيعه شغل وهذا الشغل. زي لما تسالني مين افضل برايك، الصيدلي بيشتغل بصيدليه ولا الصيدلي بيشتغل ميديكال ريب؟ اتس بروفيشنال ديجري، او واحد معه ماسترز ام بي اي ولا واحد معه ماسترز لو، والاثنين صيادله. ايفنتشلي هي ايش انت بدك تشتغل هو اللي بيفرق، بس انه بالنسبه لنا صيدلي ايفنتشلي الاثنين سم كايند اوف صيدلي. طبعا دراسه صيدلي يعني نحن هذا 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 فيلد كثير ضايع عندنا الابحاث، لانه عم بيشتغلوا الكيمست بصراحه، والصيدلي هو كثير كواليفايد انه يكون بالابحاث طبعا وهو مؤهل فورا انه يدخل فيها. شو ممكن تفيدني نقابه الصيادله بالمستقبل؟ نقابه الصيادله بادي بتحمي الناس، ما كانت تعرف اهميه النقابه، هلا بالازمه بينت اهميه النقابه لما القطاع تاع الصيادله او القطاع فتح لما يكون عنده مشاكل، هذا كبروتكشن، كيف النقابه بتحمي منتسبيها. شغله ثانيه طبعا بتوقف معكم بان احنا النقابه هي بادي بتجمع كل الصيادله مع بعض، فالصيادله بتكاتفوا وبتكافلوا بكثير شغلات، منها عجز تامين صحي، قضايا انسانيه، بكثير قضايا بتصير معنا بلس قروض زواج، هدول السيرفيسز كلياتهم، اراضي سكن، هاي كلها سيرفيسز بتقدمها النقابه. غير هيك بتقدم على البروفيشن، لما نحن الدكتور صيدلي يكون عنده مشكله اذا النقابه مش موجوده طلع التخصص وما حدا استشار النقابه فيه، وما حدا لو كانوا حاكين لنا قبل ما يطلع التخصص كان النقابه اخذت دورها وما خلت يصير الوضع اللي هلا، بس لما اجينا تو ليت. هلا نحن شو عم نعمل؟ عم نضيفكم على نضيف الدكتور صيدلي على البورد زيه زي الدكتور، بصير ياخذ سبيشلايزيشن، بصير عندي فارماسيست دكتور صيدلي سبيشلايز ان اونكولوجي ان اي سي يو ان سي سي يو، سبيشلايزيشن مقيم واقامه وفول كورس، وهون بياخذ دوره حقيقي. فهون بيجي دور النقابه، دور تنظيمي وكثير بتفيد الناس اليوم ما بتحس فيها، بس لا اللي بيكون مكاني وبيشوف حجم اللود في الشغل بيقدر يعرف قد النقابه بتفيد، وهو قاعد مرتاح ببيته مش حاسس بشو النقابه بتكون عامله، بس بيكون عارف انه في شيء طلع وهو استفاد منه، او الصيدلي هيك بس هي ما اجت لحالها، النقابه بتكون جابته 100% راندو. هذا اللي عم نحاول نشتغل عليه الحمد لله، يعني الناس خلال الفتره الماضيه كثير 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 بوزيتيف كومنتس، اللي كان يسمع الراديوهات، اللي كان يسمع هذا، انا I was never prouder of the pharmacist بهذه الازمه. كل القنوات، كل التلفزيونات، كل حدا كان اول ما يحكوا معي يقولوا لي مثلا على الراديو، يقولوا لي الصيدلي ترفع لكم القبعه، احترامنا لكل صيدلي واقف في عمله، خطوط الدفاع الاول، جنود، وباخر شيء اهداء من الطاقم الاذاعه يحطوا لنا اغنيه صيدلي يا صيدلي. كثير اخذنا دور حقيقي، بتعرف لو بنضل شغالين هيك وبالنفس اللي اشتغلناه بالفتره هاي صدقوني نحن بنخلق دور لحالنا. عشان هيك اليوم بتلاقي صيادله ماخذين احترامهم بالمجتمع ومكانتهم موجوده، لانه هن فرضوا احترامهم وفرضوا حالهم على هذا المجتمع. دكتور يس خلص وقتي. لا بس ممكن هيك تراقب، بس انه هيك نسالك سؤالين صغار بس عشان شيء يفيد الطلاب بشكل عام، لانه في اسئله كثير سبيسيفيك صراحه بدها وقت. بس ممكن تحكي لنا مثلا ايش اكبر تشالنج واجهك على طول المسيره، مثلا اول دراستك للبروفيشنال اكسبيرينس، وثاني شغله انه ايش في شيء عملته اكسترا كريكولر اكتيفيتيز ساهمت بانه تعطيك السكيلز لحتى تو اتشيف يور سكسس، يعني كان فولنتري اكسبيرينس، هل كان بروجرامز، هل كان ترافلينج، او كان مثلا كنت تشتغل وانت عم تدرس بالجامعه. يعني هم سؤالين ممكن يفيدوا الطلاب يعطيهم هنس ايش ممكن يشتغلوا عنهم. تمام خليني ابلش. انا بالجامعه تغلبت لانه زي ما قلت لكم الساينسز اوضو يعني علامات كثير عاليه بالمدرسه كانت وعملت الجي سي اس اي. انا دائما مستعجل، انا مثلا ما عملت توجيه، دخلت برضو اصغر طالب بالصدر على 11 سنة، يعني 11 years ما كملت 12 years of school، على 11 تخرجت على الصف ال 11 ودخلت جامعه. اصحابي كانوا بيعملوا توجيه 12، انا اوريدي كنت جامعه. التشالنج الحقيقي كان اني اخذ شهاده الصيدله هذه وانا بدرس. التشالنج اللي اكبر منها كان انه انا كنت مستعجل، فالعمر دائما مستعجل، يعني خلصت جامعه بدي اشتغل، بدي اعمل مصاري، بدي اعيش، بدي خلص كل شيء بسرعه بسرعه بسرعه، ما اخذت راحتي بالشغل. فدائما من اولها
I did not take it easy زي ما بيحكوا إنه موظف عادي. كنت أنا دائما بحاول to impress. فكنت مثلاً أول ما تخرجت في الكل رحت فايزر. فايزر شو عملت فيها؟ داومت. كان المدير مثلاً يداوم 8 دوامنا. كان يكون 8 إلا ربع. أتلاقيني واصل 8 إلا ربع عشان أكون هناك. مش عشان to impress. بدي أقضي معه ربع ساعة هاي الصبح. يكون بشرب قهوة. وأنا لحالي معه. فبقعد يعطيني تيبس. أخذ تيبس من مانجر لفايزر بالأردن. كان مانجر 3 يعني كان صرت اروح 7 وربع 8 الا ربع الاقيه موجود 7 ونص الاقيه موجود لحتى مره وصلت 7 وربع لقيته مش موجود كيفت عشان اقضي معه وقت اكثر فهي كانت تفيدني كثير فايزر كثير 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 ساعدتني تو بي اونست از ميديكال ريبل تريننج اللي اخذته كثير غير بالكاركتر تاعتي السوشيال سكيلز علموني كثير كثير غيرت شيء ساعدني بعدين بالبروفيشنال ديفلوبمنت تاعتي الماسترز اللي عملت ماسترز بالبزنس ادمنستريشن كثير فادتني Biggest challenge من يومها لليوم was age. يعني أنا دائما لما تكون بالتوينتيز وتعمل يعني عملت مستودع الأدوية تبعي وأنا بالإيرلي توينتيز. طب it was a challenge إنه البنوك حبيبي شو جاي شو تعمل عنا بدك قروض بدي أخذ قروض مين بدك فلك مين بدي أعمل لك ف it was a challenge. رحت النقابة كان عمري كتير صغير إنه أنت شو جاي صغير لما أنا مثل جيل الشباب. For example it was a challenge لما صرت نقيب لا يا عمي في 100 واحد أكبر منك. فال age was a challenge. إيش سألتيني سؤال كمان قلت لي جاوب عليه ترابا؟ بس هو challenges وإيش الإشي اللي ساهم ب the development of your personality towards yes. your success. Masters, the masters and the skills اللي أخذتهم من فايزر to be honest. هدول skills أيامها ما كان في courses. أنا قلت لكم عليها بطريقة تانية. Today you can take these courses and take them on workshops. Develop the character. The character can really change. كتير change. If you can read people. يعني هذا اشياء منيحه لما تدور بالميديكال رابس بتعلموها بس هذه مش للميديكال رابس حتى بالصيدليه باي فيلد بتشتغلوها هدول سكيلز يو شود تيك ذم وذ يو كوميونيكيشن سكيلز تيك ذم وذ يو فور لايف يعني هدول كثير مهمين وكيب اون ديفلوبينج ما عمرك توقف تعليم يعني هذا شيء كثير اساسي ما راح لو كثير بده حكي هذا قانون بده 600 ساعه طب I think we could wrap up if you have هيك any closures final advice ايش بتحب تحكي للطلاب I have it's انا honestly it's not it's more of تقييم وتقدير لكم يلي انتم اليوم عم تعملوه انا احنا ما كان على وقتنا فانا بدي احكي لكل اللي موجودين اليوم that are participating كل حدا ممكن يشوفنا later on كل حدا interested انه يسمع انه يسال انتوا عم تيجي من قلبكم هاي يمكن مش انتوا بس هيك موجودين حابين هذا لحاله نسيت مين سألني ما في passion by the way this is passion هذا ما كان موجود عنا ولو كان موجود ايامنا ما كنا نعمله فانتوا already your leaders where you are بس هذا اللي اليوم انا معكم فيه انه انتوا ناديتوني انتوا عم تسمعوا لناس وعم تحاولوا تستفيدوا انا بقولكم انتوا كلكم كل اللي موجودين وقاعدين بسمعوا سواء سألوا ما سألوا بس سمعوا You are succeeding من قبل ما تبلشوا حياتكم العملية. أنا بقولكم برافو عليكم والله يعطيكم ألف عافية. Please أنا قريب منكم كلياتكم. Contacts تاعوني موجودين عن JPSA كلياتها. موبايلي برد عليه. طبعا في ناس بتأخر عليهم يوم شوي من العجقة بس regardless أنا برجع بالنهاية. Anything you need please let me know. Any information anything for the future أنا معاكم all the time. الله يوفقكم والله يعطيكم ألف عافية. I'm proud of you كلكم. يعطيك ألف عافية. It's our pleasure to have you. عن جد شكرا لك أعطيتك من أعطيتنا من وقتك. بعرف إنك معجوق especially هاي الفترة. ف it's really a pleasure. Thank you so much. It's been an inspiration. بدي أقدر كل حد استفاد من هاي السيشن. إن شاء الله. ويعطيك ألف عافية. شكرا كتير دكتور. الله يعافيكم. الله يعافيكم. Thank you very much. Thank you. Okay, for next speaker عنا دانيا. دانيا, if you can unmute yourself. مساء الخير جميعا يلا رح أبلش هلا دانيا بدك أعطيك السكرين ولا بس رح تحكي نعم بدك أعملك بريزنتر you have something to show ولا رح أعملك بريزنتر لا ما في ما في سلايد شو لا أوكي just in case تفتح الكاميرا أو أي شيء it's يعني هيو أنت البريزنتر تمام أوكي تمام you can introduce yourself the floor is yours تفضلي Yeah, okay. مساء الخير جميعا. أول شيء شكرا JPSA. شكرا لكل القائمين عليه. كل الأورغانيزرز. ولدكتور زير الكيلاني. اللي يعني عن جد أنا بالنسبة لي هاي أول مرة بسمع هاي المعلومات منه.
يعني it's nice إنه حلو كثير هاي الفكرة صراحة، خصوصا إنه نحن هلا بزمن كورونا، بوقت كورونا يلي لاحقا حتكون يعني نقطة تحول كثير كبيرة في العالم. فإحنا بوقت it's really يعني بحاجة لهذا الإشي، بحاجة لهيك meetings، وبحاجة كمان إن نحكي بشكل واقعي عن وضعنا بشكل عام. أوكي، بداية أعرفكم على حالي. أنا داني أهديب، صيدلانية بفارماسي وان اللي بس 3 أشهر، 3 أشهر 10 أيام سوري. حالياً تخرجت من الجامعة الهاشمية. هلأ عشان تعرفوا شوي للناس، هلأ تخرجت بمعدل 3.43 which is يعني قبل الامتياز ب7%، 7%. الفكرة في الموضوع إنه it's not all about العلامات، يعني مش موضوع دائماً علامات، even it's سواء كان عالية أو سواء كانت واطية أو سواء كانت all in all، الحياة بدها علامة كجزء من الأشياء من الدراسة الأكاديمية، بس هي مش كل شيء. فأنا ما بعرف قديش الأعمار أو تفاوت الأجيال الموجودة معنا، بس أنا حكي بشكل عام. How I did this أو how I يعني كيف أنا قدرت أدخل inputs وحول هاي inputs ل outcome. أوكي، بداية أنا عرفت على حالي هيك، يعني بس إنه اسمي دانيا وبشتغل بصيدلية، مشروعي اسمه فارماميل. هو to be honest الإشي الأساسي فيه كفارماميل أو نجاحي فيه إنه النجاح، مفهوم النجاح عندي، لأنه مفهوم النجاح بيختلف من person to person. يعني ممكن يكون عندك مفهوم نجاح إشي ومفهوم نجاح إشي عندي ومفهومها للنجاح إشي ثالث، فبالتالي مفهوم النجاح نفسه بيختلف من شخص لشخص، وهذا إشي كتير طبيعي. فعشان إحنا نكون واضحين مع، يعني عشان نكون إنسان واضح مع حاله، كتير حلو إنه يحط لحاله يعني تعريف مناسب لنجاحه. أحياناً بيكون النجاح مو سوى يوم هو النجاح الصح، يعني إنه يكون يومك ماشي حسب ما أنت حابب بالطريقة اللي أنت حاببها واللي بتناسبك، هذا إشي كافي وهذا إشي ممتاز. طيب خلينا نيجي نحكي عن إيش هو تعريفي للنجاح. كان هو إني أنا أكتشف حالي، بس يعني أكثر من إني الواحد يعرف حاله، من عرف نفسه عرف ربه. أنت ما في أعظم من هيك معرفة، إنه الواحد يعرف شو قدراته وإيش بقدر يعمل وإيش ما بيقدر يعمل، إمتى بقدر، كيف، شو الويكنس، شو السترينث الموجود عنده. بداية لما إحنا بنطلع من المدرسة بنطلع كلنا كوبيز، يعني بتطلع أنت زي زميلك زي بعرف مين، لأنه إحنا بالنهاية ماخدين نفس المدخلات. وممكن موضوع الأكتيفيتيز مش هالإشي الواو، كان يعني مش هالإشي الواحد كان واعي له. فمجرد ما نطلع على الجامعة بنلاقي حالنا إنه في أشياء في مسنجز، إنه يلا أنا وين الإشي اللي أنا بدي، وين الإشي اللي أنا مختلف فيه عن الناس. أنا طلعت من المدرسة بمعلومتين فقط عن نفسي، يعني إذا أنت بتقدر تكتب عن حالك سطرين، أنا كنت أكتب عن حالي معلومتين فقط. المعلومة الأولى هو إني أنا I know how to act، يعني عارف، بعرف التمثيل، بعرف أساسيات التمثيل بدون أي دورات ولا شيء. بس هيك كانت زي موهبة، يعني أستخدمها للبلايز، للمسرحيات، للمدرسة. هاي أول معلومة كنت أعرف عن حالي. ثاني معلومة كنت أعرف عن حالي إني أنا مجتهدة، بس هذا المعلومتين اللي أنا بعرفها من حالي. imagine قديش الموضوع صعب. ليه؟ لأن فعليا هذول، يعني هاي الأولانية الأكتينج حطيتها على الشمال لما في الجامعة، وإني مجتهدة هذا مش إشي واو يعني بصراحة. هلا يعني سوري أنا لا أقلل من الاجتهاد، بالعكس برافو، وبحب العلامات وبحب هذا، بالعكس كنت نيرد وكنت الأولى بس مش هذا الإشي. الإشي البيسك اللي أنا كنت أفكر فيه كان شوي مختلف، إنه طب ماشي، إنه أوكي مجتهدة، هذا مش إشي جديد صار بسوق العمل، يعني معدلك هذا صار آخر، يعني سوري رقم 4 اللي بيسألوا من لست الأشياء اللي بيسألوا عنها، أو أحيانا 6، فتختلف طبعا من شركة لشركة. هلأ بداية بنقدر نحكي إنه فارماميل كانت هي الأوتبوت لإنبوت أنا كنت أبحث عنه طول يعني طول ال5 سنين الموجودة في الجامعة. بداية عشان نقدر نحكي إنك أنت كيف تطلع بسلوك معين، لابد أن يكون في عندك بداية قدرات، بعدين يكون في جو محفز، بعدين يكون في عندنا فرصة عشان نقدر نطلع منها السلوك اللي إحنا بنيه. القدرة كانت عندي مش معروفة، فكانت عندي 4 سنين كاملين إني أنا أقدر أعرف شو هي قدراتي، أشترك من هون لهون لهون لهون. طبعا أول سنة كانت بالنسبة لي هي سنة اللي هو أنا رافضة الصيدلة وبرح أحاول ألاقي طرق إني أطلع منها.
مش لانه ضد الصيدله، بس انا مش فاهمه شو يعني الصيدلاني. وبالنهايه ما حسيتها انها هي، يعني مش عارفه شو هو، فانا مش حابه طب وخلص، يعني انه مش مرضني. فوقتها كانت سنة أولى كلها بعدت عن عن كليتي، حتى كليتي كنت أنزل مواد ملهاش علاقة بالحياة، إنه بس عشان أشوف إنه ما أبني أي قرار عاطفي، يعني إذا بدي أضلني بالصيدلة أضلني فيها. داني، I think صوتك راح. دانيا، جد؟ طب كيف ممكن تعيدي اللي حكيتيه من أول؟ صوتي راح جد؟ طب شو أعمل؟ لا بس آخر 2 هلأ minutes. هو كله تمام عن جد؟ تمام، اوكي، ثانك يو على التنبيه. هلا بالنسبه، اوكي، فبدنا نحكي. بس انا وقفت عند فكره انه سنه اولى كانت بالنسبه لي هي السنه اللي انا ضايع فيها، تمام. هلا بلشنا بسنه ثانيه. سنه ثانيه كانت لاول مره بمسك مسؤوليه، طبعا خلص تقبلت الصيدله لانه اخذنا مواد شوي لها علاقه ان ديب بتشبه الطب، صرت افهم انه لا، هاي الصيدله لها علاقه شوي بالطب، يعني بيشبه بعض اخوان. فخلص تمام، صار في عندي تقبل للتخصص والوضع طبيعي. صرت أي إشي داخل الجامعة أشارك فيه، شو ما كان بسيط، شو ما كان ملوش علاقة بميولي، شو ما كان سهل، إيش ما كان صعب، إيش ما كان أفوت وأشترك. هلأ أول مرة كنت أتحمل فيها مسؤولية لإشي كانت في سنة ثانية، إنه أتحمل مسؤولية. فكرة تحمل المسؤولية هي فكرة كتير فظيعة وكتير حلوة، إنك أنت تتحمل مسؤولية إشي تطوعي كمان، يعني يا ريته إشي له علاقة بعلامات أو إشي له علاقة، لا، إشي تطوعي. هاي إشي كتير بنمي في شخصية الإنسان. فهذا الحكي كان بسنة تانية. وانس خلصت سنة تانية اللي هي تنسيق فعاليات وما تنسيق فعاليات وهاي الأشياء، كنت اشتركت بسنة تانية باللجنة الأكاديمية الموجودة داخل الكلية. كنت اعمل زي تلخيص، اوكي. هلا يمكن هاي الاشياء تحكوها، طب ما هاي اشياء بديهيه، بس هاي الاشياء البديهيه ما بتعرف قديش لها معنى. احنا بنستنى الاشياء العظيمه تيجي، بس ما بيجي بلا الاشياء والتفاصيل اللي كتير صغيره. هلا بسنه لما حاولت اجرب اني اكون انا جزء من لجنه اكاديميه، وجدت انه في حدا عم بيحكي لي، او يعني الفيدباك كانت ايجابيه كتير، بيحكوا لي انه يس يو ار جريت، تفريغ كتير منيح، كتير مرتب، كتير عم بتحاولي انك يعني طريقه توصيلك المعلومه منيحه، مع انه كان كتابي وما فيش يعني فيش هالشيء الابداعي للتوصيل، عادي كتابه بس اللهم يمكن تلوين واشياء واسئله واعمل لهم امتحانات ويلا. هذا الحكي كان بسنه ثانيه. فلما فهمت انه انا في عندي هاي الاشياء، بليز بليز لما اي تعملوا اي نشاط ما تخلوا الفيدباك مش مخبي عندكم، كل اشي بتخبى. ليش؟ لانه it's you. الناس اللي عم بتشوفه منك غير اللي انت عم بتشوفه، غير اللي انت بتعرفه عن حالك. هلا كل الحقائق موجودة عند الناس، وانت لما تسمعها منهم هاي جزء منك. فيس، مجرد ما حدا يمدح اشي فيك، يمدح طريقة، اي طريقة، يمدح اسلوبك، يمدح هذا الاشي، احتفظوا فيه لانفسكم، لانه هذا الاشي لاحقا حتبني عليه اشياء كتير اكبر. فهذا الحكي كان بسنه ثانيه. وبسنه ثالثه كانت هي عباره، طبعا القراءه كانت ملازمه لي بهاي الفتره، وكانت النقاشات العلميه اللي كانت تكون داخل المكتبه لافرقه متنوعه برضو كانت هاي الشيء دائما فيه. ما كنت احكي اولها للعلم، ما كنت احكي، كنت حدا كتير منصت بس اسمع، ما كان عندي اي تعليق لا سلبي ولا ايجابي، حياديه بكل شيء. بعدين صار لي راي، يعني بعدين بعد سنه ثالثه، بعد ما صرت مرحله اني اقدر اناقش، صرت عاد يعني ها احكي بالنقاشات. فكل هاي الفتره وانت البني ادم لساته عم بيبني قدراته، كل هاي الفتره الانسان لسه عم بيكتشف حاله، بيكتشف وين شو هو، لانه بالنهايه صراحه ما في، يعني كل انسان بالحياه له ثغر، هذا ثغر ما حدا حيعبيه. يعني ما في اي بني ادم رح يعمل الإشي اللي انت حتعمله، ما في اي بني ادم رح يخطر لها الفكره اللي انت بتخطر ببالك، ما في اي بني ادم حيعمل إشي انت مخصص إلك. فعشان هيك قد ما عانينا بهاي الحياه، قد ما عانينا بالجامعه، قد ما عانينا it's for you it's for ourselves، عشان احنا نكون
بالنهاية قادرين نعطي إشي للمجتمع، سواء كان هذا الإشي علم، سواء كان هذا الإشي خدمة، أو سواء كان إشي يعني إيش ما كان. تمام. هلأ الفولنتيري ووركينج زي ما أنتوا شايفين كان كتير إشي أساسي بحياتي كتير. سنة ثالثة كانت أول مرة بنعرض على فرصة عمل. وقتها كانت خالتي بدرس شو اسمه برايفت، وكان عندها كتير الأوفرلود بالساعات، فحكيت لي دانيا بليز ممكن تحملي عني هذول البنتين من السعودية، وضعهم بالإنجليزي كتير صعب، وأنا ما عندي، أنا بدرس بايو وبدرس كيمستري، هذا الإشي كتير صعب علي. قلت لها إتس أوكي. كانت وقتها طبعاً هي كتير خايفة، لأنه الأهل كتير حريصين إنه بناتهم جايين من السعودية، وشوي وضعهم مأساة بالرياضيات وبالإنجليش، فيعني وبتعطيها لصيدلانية مش متخصصة بهالحكي، وطالبة كمان، يعني موضوع عندهم بالنسبة لهم كانوا كتير شاكين فيه. فبداية قلت لها ما تخافي خلاص، إنه اللي رح أعمله رح أعمله. بلشت بداية أعطيتهم حصة حصتين ثلاث، بعدين سمعت الفيدباك من الأم قبل ما أخليها إشي جدي يعني. سمعت فيدباك كتير منيح فكملت. هلأ خلصت هذا الكورس، كان كورس كتير بسيط، كانت لأنه يعني ما أقدر ما يعني ما صار في تكملة لهم الأسباب للعائلة نفسها. فبعدين كان في إشي أونلاين لشركة اسمها درسني. I think إنه هاي الأشياء كلها متاحة الآن، يعني حتى هاي للي حابين later on إنهم لحد الآن هي متاحة، حتى بتسعد بشكل أكبر. أول مرة كنت أدرس فيها بشركة، وهاي الشركة كمان برضو أخذتني على أساس إني أنا أدرس إنجليش، مش أدرس لا عربي ولا أحياء ولا إشي. هلأ كان الإشي بداية كتير صعب. ليش؟ لأنه ممكن أهدي السرعة. أوكي أوكي. هلأ حكينا إنه بسنة ثالثة كانت أول مرة بشتغل فيها. أوكي الشغل تاعي كان عبارة عن إني أنا أدرس أونلاين لطلاب من الكويت، هي شركة كويتية أصلاً، ومديرتي مصرية وما إلى ذلك. المهم إنه الفكرة في الموضوع إنه كانت معاي ناس بكالوريوس وناس ماستر بدرس إنجليش، وأنا صيدلانية، يعني صيدلانية خلص. آخر مرة درست إنجليش كان بتوجيهي. ففعلياً يعني كان في كتير جاب بيني وبين الجاب علمي بيني وبينهم، بين الناس اللي معي. later on أخذنا امتحانات وأخذنا يعني كذا شغلة، صار في تصفية. كان أول حدا يعني كان من ضمن الناس اللي أخذوهم هو أنا، وتركوا ناس ما دارس لماستر. فلما طلعت على المديرة وشفت الريبورت اللي كاتبينه فيه، مش كاتبين هالأشياء الإيجابية العلمية، لأنه يعني seriously أنا ما كنتش دارس، يعني مش مخلصة قارئ كم من قاعدة قراءه بس، فيعني مش هالإشي، ما كانش عندي basic علمي كتير قوي بالإنجليش، أو خلينا نحكي إنه أنا جاي عشان أدرس إنجليش، يعني منمشي فيها بس مش إني أدرس. فوقتيها كان إنه يعني الإشي الإيجابي كان الأسلوب. فبليز من هون الأسلوب سواء كان للشغل سواء كان لهذا كتير إشي مهم، يعني هذا الإشي أنا ما كنت منتبهت له يعني صراحة، أنا كنت عم بعمله عشوائي يعني بدون ما أميز إنه هذا الإشي بده يشغلني مثلا. فلا كان الأسلوب، أسلوب التكنيك اللي عم بوصل فيه للطالب هو اللي عجبهم، حتى لو كان في معلومات إنه شوي ناقصة أو أنا مش عارف تحكوا later on بتتعلم يعني بتدرس القاعدة وخلصنا فيش فيها شيء. فكتير مهم نعرف شغلة إنه أحياناً lack of information هو إشي كتير طبيعي، بس إنه إحنا نرضى باللاك of information خصوصاً بتخصص الصيدلة هو الإشي اللي إحنا بدنا نسعى له إنه ما يكون. أوكي هلأ سنة رابعة وسنة خامسة كانت عبارة عن سنة برضو كلها events، كلها courses، كلها أشياء. طبعاً من الكورسز اللي أخذتها كانت أشياء إلها related للمواد اللي أنا بدرسها، ما كانت إشي بعيد، يعني إشي مثلاً أدرس إشي بالبايوكيمستري مثلاً أخذ كورس له علاقة فيها، فما كان إشي إنه والله إشي يعني مثلاً إنه management أو هيك لا. سنة خامسة صرت أبلش أفكر بالأشياء اللي I believe in، اللي هو خلص وصلت مرحلة من التجارب الكتيرة، صرت قادرة إنه أميز إنه yes I need يعني في هذا البروجكت لازم ينعمل. فبلشت في وقتها فارما ميل بسنة خامسة. كان إشي صعب، كان إشي تحدي كتير كبير، لأنه صراحة الفكرة يعني فكرة اللينكينج أنيميشن كارتونز ل مادة علمية ما تتخيلوا قديشها بدها وقت، قديشها بدها تركيز، قديشها بدها تحضر، قديشها بدها
فكان الوضع يعني، وخصوصا انه اهلي مش يعني ايش يعني، بس لما افضل معلش عندي حلقة مستر بن، طب انت من امتى من امتى، فاهمين علي؟ فالموضوع كان يعني صعب معي انك توصله لغيرك. وانس انه صار في ريزلتس، صار يفهموا انه يس، بس انه قبل لا كان كثير صعب. بلس انه هاي الجهود، طبعا انا ما بقدر احكي عن فارم ميل انه هي ايش انتهى هو ايش انساده قدامك طريق طويل، بس انا عم بحكي لكم انه كيف الانسان اذا قدر يعرف ايش معلومات كثير بسيطه عن حاله قديش ممكن يعمل فيها، حتى لو كان مثلا هاي المعلومات انه انت بتعرفها. No, you have to do. يعني ما تكتفي انك انت بتعرف المعلومات 1 2 3 4 about yourself، لا، حاول انه تطور منها، تطلع منها شغله. اسم مشروعي فارما ميل، PHARMAMEAL، تمام. فبالنسبه لل انه فكره انه الواحد يكون عارف الروت كلها، هذا الشيء ما بيكون. انت بتبلش بفكره، تطلع معك فكرة ثالثة، بتطلع معك فكرة رابعة، بتطلع معك فكرة خامسة، وهكذا بتكبر الفكرة وانت مش حاسب حساب الا خطوة واحدة. فيو نو يو دونت نيد تو نو ايش اخر الطريق، بس انت لازم تعرف كيف تبلش. بس يعني الاشياء البيسكس البسيطة اللي بتخليك تبلش اي مشروع. يعني سيريسلي انا لما كنت افكر مشروع، اي مشروع كنت هحكي، انا ما كان لساته بدون بورد ولا اشي، حكيت يعني لازم تبلش مشروعك لو كلفك الموضوع انك تكتب ال yes yes and fail. لو كلفك الموضوع انك تكتب المادة اللي بدك تشرحها، يعني انا قد ما انا مهووسة وكنت بشرح، حتى لو كنت اشرح على الازاز، يعني ما كنت هالشيء، مش هالشيء الادفانس انه اشرح في ازاز البيت، بس ما تحكي لماما. كنت اكتب، يعني اكتب عليه، اشرح كل المادة عليه، بعدين الصبح ما شاء الله شوف اشكال. فيس كانت عادي، يعني كان واحد easily ياخذ الحياة بشكل كتير مرن. مش ضروري الشيء perfect، مش ضروري دائما نكون نطلع على الشيء ك perfect 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 perfect، لأنه perfect ما كمان مش موجود كتير بالدنيا. فنآمن إنه يعني إحنا نعمل الشيء اللي نقدر عليه بالوسائل المتاحة، وبعدين الفكرة الحارة رح تكبر، ما نقلق من كبرها، هي ونس إنك رح تبلش رح تكبر. بلس في شغل كتير أساسية، وإحنا أجي تدرسه، هو المكان الخصب جداً للأفكار. يعني أنا بتذكر إنه كل الأفكار الحلوة كانت تجيني لما أمسك ورقة وقلم، يعني سبحان الله ما بعرف كيف الإلهام بيجي. ما له علاقة إنه أنت بتدرس بتنسى المادة وبتقعد تخطر بالك أحلام ومواقف، ومن ضمنهم في فكرة راح تنقذك، في فكرة مشروع راح تنقذك، أو في فكرة هيك معينة حتكون perfect، هي لإلك هي مميزة. فما تستهينوا بالأفكار البسيطة اللي بتجيكم، يعني سواء بوقت راحتكم أو بوقت انشغالكم، أو هاي الأفكار هي رزقك. يعني إحنا يعني أحد أشكال الرزق هي الأفكار، فما تستهينوا بهاي الأفكار، اكتبوها على ورقة، مش ضروري تطبقوها دايركت. يعني مش ضروري أنا كتبتها مثلا خطرت بالي فكرة أروح هلأ أروح أطبقها، لا أتوكي خليها على ورقة. مجرد ما أتيح إلك المحفز والفرصة دايركت حولها لسلوك، دايركت حولوها لإشي مادي أو إشي معنوي أو إشي ممكن أنت تستفيد منه وغيرك يستفيد منه. هلأ أنا يس بس طيب معنا 1-2 minutes وبعدين ناخد أسئلة من الطلاب، فإذا حدا حاب يسألها اكتبوا لي بالشات بوكس عشان أول ما تخلص أعطيها الأسئلة، تمام؟ Yes, you can continue. Thank you. تمام. Okay. تمام. هلأ إذا أنا إذا بدي أنهي، يعني رح أحكي لكم بس نصيحتين. أول نصيحة، مش ضروري بركز، مش ضروري تعرفوا كل الرود، مهم إنك تعرف كيف تبلش. تاني طريقة، تاني شغل، إنه الأفكار يلي بتيجيكم وحاسينها حلوة وبترتبط فيكم اكتبوها على جنب، بس هيك، بس حطوها على جنب، اكتبوها ضمن to do list، أفكار هيك. بعدين once يعني حيطلع منها إشي يوما ما، رح يكون إشي لكم عن جد، إشي بيشبهكم تماما. فهاي بالنسبة، يعني هذا بالنسبة بشكل ملخص جدا شو هي الخمس سنين بالنسبة لي. I think يعني أنا بتمنى إنه at least أكون قدرت أوصل مفهوم النجاح بطريقة ما
مختلفة عن عن الإشي العظيم اللي إحنا بنفكره إنه هو مفهوم نجاح. هو مفهوم نجاح بالنهاية هو مفهومك أنت وأنتي، ف try to do it as you want، مش حسب شو العالم برضيها، حسب شو أنت، شو نحنا، شو أنت كإنسان برضيك. وبتمنى يكون إشي مفيد، أي حدا عنده أي سؤال بقدر يسألني. I think خلصت جملتي، صح سارة؟ Yes, yes. 2 minutes لإلك، هلا بس بدنا ناخذ أسئلة. ف yeah. Okay. صبا عندها سؤال. How did you find your passion? What is your passion and how did you find it? Okay. هلا what is my passion? My passion is to create an animation videos. خليني أحكي إنه أحول المادة العلمية لمادة كرتونية وأربطهم مع بعض. بالنسبة ل how I find it by trial. باي تراي، وكتير مش من أولها البني آدم بعرف صراحة. فيس بدك تجرب ومرة مرتين ثلاث أربعة خمسة لتقدر تعرف شو هو الباشن الحقيقي تاعك. والفولنتري كتير، شغل التطوع كتير بيساعد صراحة، كتير بيساعد. يعني قد ما تطوعتوا قد ما عرفتوا البلايند ايريز أكتر، الأشياء اللي ما بتعرفوا عن حالكم أكتر. بلس الفيدباك كتير بتساعد بأي شيء بتعملوه. شو الفيدباك؟ شو الفيدباك؟ شو الفيدباك؟ بطلكم وراها. إذا في ناس بالجامعة بحبوا. هلأ هو راحت ال... ممكن حد يحكي السؤال بيز؟ إذا كان في ناس بالجامعة بحبوا يشرحوا والطلاب بشجعوهم كتير وأصحابهم بشجعوهم، بس أهلهم مش موافقين على الفكرة، شو رأيك؟ يعني حدا هيك شاطر بالشرح بس أهله مش موافقين إنه مثلاً يدرس أو... طيب هلا اول شيء انا I have to know the reason صراحه، لانه ممكن يكون الريزن حساس شوي، فما بقدر انا احكي لك احكي انه بهاي الحاله انه لا تعال على لا. لازم يكون في ريزن. اذا كان الريزن منطقي وحسيتي انه يعني غلط انك تتجاوزي، فلا وقفي عنده وقفي عند رابط اهلك. بس يعني انا بالنسبه لي بنصح انه مبدا الشرح ما يعني اذا بدكم، يعني انا مش فاهم الشرح بابليك يكون بابليك للناس كامله، ولا شرح لدفعتك، ولا شرح ل مش قادره اميز. اوكي شوي بس ايش السؤال الاخير؟ تمام بس خليني اجاوبها اخر شيء. انه اللهم صل على محمد، لانه انا فعليا مش عارفه شو السبب اللي مانعهم. فto be honest أنا مو عارفة شو أحكي لك، يعني أنا بالنهاية هاي رغبة أهل. أوكي بس أنتي all in all أحكي لك شغلة، بتقدري أنتي تشرحي بأبسط الأشياء، بأبسط الوسائل اللي بتقدري أنك تشرحيها. يعني مثلا أنك تشرحي لحد لا يعني أبدا أنك لازم تبيني، مثلا إذا عشان فكرة الظهور مش عارفة صراحة reason. ف بشكل عام بتقدري أنتي تشرحي حتى لو كان كتابة. أوكي بكل الوسائل it's available. مين كمان عنده سؤال؟ ليان عندها سؤال، كيف قدرتي تطوري مهارتك بالديجيتال ميديا والديزاينز؟ اوكي هلا ديجيتال ميديا والديزاينز it's not my own efforts. هو مش انا معي زميلي بيشتغل بهذا الجانب. انا مجالي الاساسي هو الكونتنت كرييتنج، ربط المحتوى نفسه. الديجيتال هاي يعني بعمل اشياء بسيطه بس، يعني او خلينا نحكي الاشياء العاديه، بس الاشياء الهاي سكيلز هو منه مش انا. يعني I'm working on this، بس انه الكثير كثير اشي متطور هو مش مني. تمام اخر سؤال عندنا من صبا، what is your biggest achievement؟ my biggest achievements حلو السؤال. My biggest achievement صراحة هو إنه خلال 5 سنين أول شيء كانت كل دراستي مش من أهلي، يعني كلها باي إنه يعني كنت دائما إنه منح 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 منح. فهاي it's one of my biggest achievements صراحة، لأنه بالنهاية هي إشي قدرت أعمله لهم. هاي واحد. تنين خدمة فارما ميل نفسها كانت بالنسبة لي achievement، لأنه صعوبة التحديات اللي كانت بكل فيديو بنزل كانت بالنسبة لي it's worth إنه أعتبرها achievement في نهايتها. وأكيد الطلاب اللي كانوا يجوا من اليمن يحكوا feedback جيد، هذا الإشي كمان كان يعني من بلدان عربية أنا مش متوقع أصلا إنه حدا يفهم اللكنة. فلا كانت هاي الفيدباك هي اللي عن جد حسيت من خلالها إن فعلا أنا
كان في فرق أو في I can call it عن جد it's my يعني it's an achievements اللي عن جد يعني بقدرها وبحسها إنها أضافت لي. Okay, تمام. Okay. I think we're done. If you have any last remarks, any advice to the students, حابة تحكيها؟ I think إني أنا حكيت كل شيء. بس يعني ما في صراحة أي شيء، وإن شاء الله يا رب يكون يعني إن شاء الله الناس المرة الجاي بس بدون كورونا إن شاء الله، يعني بدون كورونا يكون يعني الناس اللي عم تسألها هم والناس المهتمة هون هم يلي عن جد نسمع لهم. فيعطيكم ألف عافية و thank you for hearing وشكرا لاستحمالكم لكل هالديتيلز هاي. It was our pleasure. Thank you. يعطيك ألف عافية. مع السلامة. شكرا. عفوا. أنا ألاس سبيكر أحمد خريصار. Yes, موجود. Okay, you have the screen. You have the floor. 100%. Okay. Okay, هذا الجهاز سنحطه على جنب. وأنت كمان يسار نحطك على جنب. Okay. تمام. يعطيك العافية جميعاً وأهلا وسهلا بالجميع. بحب أشكر سارة والجي بي إس إيه. فعلياً دفوت أنا بالسيشن تبعتي دايركت بطريقة مختلفة. حاب أنا أسأل سؤال وإن شاء الله الكومنتس تساعدني. حاب أسأل الطلاب اليوم شو تتوقع نسبة البطالة عنا في القطاع الصيدلاني في الأردن؟ بدي أرقام بالكومنتس، احكوا لي شو تتوقع نسبة البطالة عنا في الأردن للقطاع الصيدلاني. نعرف إن الوضع العام شوي سيء، صاروا تقول 1000%، 50%، 20%، 30%، 60%. تمام. طب يعني كثير زعلانين أنا شايف 40، 70%، يعني من بين 10 في 7 قاعدين. طيب أوكي، نسبة البطالة حسب آخر تقرير من مجلس النقابة كان السنة الماضية من الدكتور رامي وهو أحد أعضاء النقابة العشرة، كانت النسبة نعمل سلايدز يس كانت 34% توتال بين ميلز وفيميلز. يعني عندنا تقريبا 14% من الميلز الذكور عندهم بطالة و20% وهي نسبة أكبر، وزي ما بنعرف احنا أغلب كليات الصيدلة عندنا هي للبنات للصبايا، ففي 20% الصبايا عندهم بطالة في قطاع الصيدلاني في الأردن. وهذا طبعا هاي النسبة من 25% 25 ألف صيدلاني مسجل في النقابة. فمن 25,000 صيدلاني مسجل في النقابة فعنا 34%، يعني بنحكي عن نيرلي 9,000. فنحكي نشيل المتوفين رحمة الله عليهم، نشيل الناس اللي تشتغل برا تشتغل بالفيد ثاني توتالي، فبالتالي خلينا نحكي تقريبا في عنا 5,000 جوب سيكر عنا في الأردن عم بيدور على شغل. فبالتالي هاي المشاكل خلتنا نبلش بالستوري تبعتنا. أنا اسمي أحمد الخرسات، طالب صيدلي السنة الرابعة من الجامعة الأردنية، كنت ممثل في اتحاد الطلبة الجامعة الأردنية في عام 2018-2019، وشريك مؤسس مع زملائي من كليات طبية للنادي الطبي الجامعة الأردنية، وهي نادي بيجمع الكليات الطبية في الجامعة الأردنية وبيقدم أكاديميك كونتنت على يعني بس خلني كل زي هاي بيقدم يعني بس لأن أول مرة عم نشير سكرين. That is interesting. تمام. Anyways، فالنادي الطبي بيقدم أكاديمي كونتنت والحمد لله وصلنا تقريبا أكثر من 8500 سبسكرايبر وتوتال فيوز أكثر من 300,000 فيوز على القناة. وأخيرا أنا مؤسس والمدير لفارما فايل اللي هي بلاتفورم الآن رح نحكي عنها قبل ما نحكي عنها. بداية بدي أكد على اللي قالته زميلتي وعلى اللي قاله دكتور زيد بأنه الواحد يلاقي الباشن تاعه. حرفياً أنا ما كنت بدي أفوت صيدلي لأنه أغلب عمامي مهندسين وأنا كنت حاب أكون مهندس معماري، بحيث أي عمارة أو أي شكل هندسي بتشوفه من برا، بتشوف الهيكل الخارجي، بتشوف قديش حلو، بدي يقول هذا اللي عمله مهندس أحمد الخريسات. فضل الباشن تبعي بأني أظل 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 أنا بدي أصير مهندس معماري. أنا بدي أرسم وما كنت شاطب بالرسم طبعاً توتالي.
أضل أنا بدي أعمل هذا الهيكل الخارجي الجميل تبع أي عمارة أو تبع أي مول أو أي شركة. لحد ما خلصت توجيهي وقال الوالد أنا كنت ساكت عليك إنه بدك تدرس هندسة أنت أخريتك صيدلي لأنه والدي صيدلاني وعنده صيدلية فأنت لازم تدرس صيدلي. قلت لا مستحيل أنا مستحيل أدرس صيدلي يا عمامي تعالوا أبوي بدي أدرس صيدلي. قال يا أحمد الهندسة تقريبا لأنه في كثير منه بالبلد يعني ما حتستفيد وحضل على راتب شوي قليل لحد ما توصل 30 35 40 لحد ما تصير تستلم مشاريع خاصة فيك ريجاردلس. ففوت صيدلي غصبا عني وفعليا كانت أول سنة ديزاستر توتالي ديزاستر لأنه كان جدا سيء مو حاب صيدلي أبدا. والجامعة الأردنية صراحة كنت مخير بين الجامعة الأهلية والجامعة الأردنية واخترت الأردنية إنه حكومة وأصعب ولازم تطلع بشهادة أحسن ولكن فعليا كانت سنة سيئة جدا. فقلت لحد ما خلصنا سنة أولى اكتشفت إنه بعد ما شفت الفيلز في القطاع الصيدلاني لقيت بأنه في مجال الماركتينج والسيلز وطبيعة الحال الانتربرنورشيب اللي ما كنت أشوف إنه في ريادة أعمال حقيقية موجودة في القطاع الصيدلاني عندنا بالأردن أو حتى ريجنالي. فبالتالي أول ما عرفت إنه بهذا الفيلد شيل الفارماكوجنيسي شيل الآر إن دي وشيل الباكجينج اللي بنسويه بالمصانع وشيله سارة وهي بتسوي ريجوليتري أفيرز بالحكمة شيل كل هاي الفيلد لقيت إنه في ماركتينج وفي سيلز. فبالتالي أنا حاب أكون بمجال البزنس هذا أنا حاب أن أكون موجود في عالم البزنس والماركتينج والسيلز لأنه بحس هذا الباشن تبعي. طبعا كثير منكم سأل زميلتي وسأل الدكتور زيد كيف الواحد بأنه يلاقي الباشن تاعه. For me my opinion in this بأنه لازم دائما تجرب روح جرب أنك تروح تعمل ريسيرش مع دكتور معين روح جرب بأنك تكون بتعمل ماركتينج أو سيلز أو عم بتبيع شغلات بسيطة روح جرب أنك تتوقف بصيدلية بالتدريب الصيدلاني روح جرب عدة شغلات بالأخير حتلاقي الباشن زي ما حكى دكتور زيت and that was really amazing بأنه حتلاقي في إشي من جوا حيقول لك أنا هون أنا بدي أكون هون. ففور مي بعد ما عديت سنة أولى لقيت بأنه أنا حاب أكون بمجال الماركتينج والبزنس بشكل عام. بعدين بعد ما عرفت الباشن تبعي هون حطينا الخطة الأساسية بأنه أنا عشان أكون بهذا الفيلد ومتميز أنا لازم أشتغل عليه أكثر وأكثر وأكثر. فبالتالي ما خليت work experience مع JPSA كنت fundraising أختص بالأمور المالية للجامعة الأردنية كنت بالإكسترنال ريليشنز بالفيرست ناشونال سيمبوزيوم بالأماكن اللي بزبط فيها أنه أنا أطور فيها المهارات والسوفت سكيلز بعيدة عن الريسيرش وبعيدة عن الأكاديميك ستاف طبعا هذا لا يقلل منهم اني انا حاب اكون هون واطور بالسكيلز تبعي. لو حد ما وصلت لمرحله بانه بعد ما الحمد لله نجحت في مجلس اتحاد الطلبه حتى امثل اكثر من 2000 طالب في كليه الصيدليه كان بهاي السنه طبعا المسؤول عن الامور الاجتماعيه والامور الاكاديميه والنشاطيه واللامنهجيه في الجامعه صار يجينا الطلاب يحكون احنا عم نواجه مشكله لحتى نلاقي صيدليه نتدرب فيها. انا بهذاك الوقت كنت لما لقيت بأنه في نقص عام بأمور بأنه كيف طلاب الصيد المهتمين بالبزنس والماركتينج مو لقين مظلة واضحة وكبيرة بينها تضمهم وتعملهم نشاطات معينة تكون على مستوى الأردن وعلى مستوى الريجن بشكل عام بحيث أنه عن جد نجو ديب بهاي الأورجانيزيشن كنت يعني بهاي الأورجانيزيشن اللي كنت حاب أنها تدمج بين البزنس والماركتينج وبين طلاب الصيد اللي حابين هذا المجال. بعدين بشهر 4/2019 على شهر 5 لقيت بأنه الطلاب عم بواجهوا مشكلة كبيرة جداً حتى يلاقوا صيدلية يتدربوا فيها. فعلياً عملت ريسيرش وقتها ونشرت سيرفي الكل ساعدني فيه بأن لقينا بإن أفريج من 3-4 أسابيع طلاب الصيدلية عم بدوروا على صيدلية عم بيستهلكوا وقت وجهد ل3-4 أسابيع حتى يلاقوا صيدلية مناسبة. وحتى بعد ما يلاقوا صيدلية مناسبة ممكن يتدرب عند الصيدلاني أسبوع 10 أيام أسبوعين وبالأخير ما يكون الصيدلاني اللي جوا عم بيعامله كويس أو عم بخليه يوصف فوسفات أو ما عم بخليه يتعامل مع البيشنتس فبالتالي هذا في خلل. فأنا هون فكرت بأنه إحنا ليه ما ندمج النيد هاي وأن نعمل حل هاي المشكلة. فبالتالي وسعت المنظور تبعي وعملت ريسيرش أكبر فلقينا بأنه في 16,000 طالب صيدلي 16,000 طالب صيدلي موجود في الأردن على 18 كلية صيدلية من غير الدبلوم من غير لسه الكليات اللي فيها دبلوم. ولقينا في أكثر من 3400 صيدلية مجتمع موجودة بالأردن منهم التشينز ومنهم الانديفيدجوالز
لقينا بالنسبة البطالة زي ما حكينا 34% من أصل تقريبا 25,000 صيدلاني مسجل، يعني في عنا 5,000 حد عم بدور على وظيفة بنفس الوقت. فبالتالي فكرنا الفارمافاي بدنا نعمل بلاتفورم، سوفت وير بلاتفورم تجمع طلاب الصيدلة. شو يكون في هاي البلاتفورم؟ هاي بلاتفورم هي لطلاب الصيدلة المقبلين على تدريب الصيدلية وللفريش وللفريش الجراجويتس اللي عم بيدوروا على وظيفة أو على انترنشيبس تدريب في شركة. فبالتالي فارمافايل هي بلاتفورم for pharmacy students and graduates that provide them access for better pharmacy training, companies, internships and job opportunities. يعني هيكون عندنا في زي ما شايفين بالسلايد بأنه هيكون في عندنا الصيدلية وانت قاعد مكانك، مثلا انت في الحي الفلاني في طبربور، هتفوت على فارمافايل على الويب سايت وتلاقي اقرب صيدلية لك وتشوف الافيلابيليتي تبعتها، هل هي جاهزة انها تستقبل ولا مش جاهزة انها تستقبل. الفيكنسيز بتكون موجودة، هي بدها اثنين طلاب اثنين او طلاب ثلاث، ولما يقدم الطالب ويجي اكسبت من الصيدلاني دغري بتروح على الفيكنسي، فبصير طالبين بده طالب، بعدين السيستم بيسكر. فبالتالي انت ما بتتغلب انك تصير تروح على صيدلية معينة وبالاخير يقول لك والله نعتذر، وانا اتوقع ومتاكد انه اغلبكم صار معه هذا الشيء، بنعتذر منك هاي الصيدليه فيها متدربين ما بقدر ادربك. فبالتالي حيكون هذا السيستم في كل الصيدليات على سطح تدريب مربوط باللوكيشن وافيلابيليتي الصيدليه، والاهم من ذلك انه مربوط بريفرس فيدباك سيستم. بالتالي الصيدلاني يقيم هذا الطالب والطالب انونيمسلي يقيم الصيدليه وتجربته بالصيدليه اوت اوف 5. يعني مثلا لو في 20 حدا قيم هاي الصيدليه وجرب هاي الاكسبيرينس، فبالتالي انا من الطلاب الاكبر مني بقدر اعرف الصيدليه هاي شو وضعها والريتنج تبعها والريكومنديشنز عليها. فبلاقي مثلا 4.75 لصيدليتنا مثلا اسمها صيدليه حياه الصلب 4.75 درب فيها 75 حدا، فانا دغري بعرف انه الصيدلاني اللي جوا هون عم بيدرب كثير كويس للترينيز، وفي ريكومنديشن ساحب بقرا احمد حاكي والله دكتور ممتاز، محمد كاتب والله هون في مواصلات كويسه وما الى ذلك. فحيكون في ريفرس فيدباك سيستم نفس اللي احنا عم نعمله على الورق بالكليات، ولكن حيكون على السوفت وير سيستم وينتقل لكليات الصيدله للمسؤولين الديبارتمنت. عندنا دكتوره دينا السبعاوي موجوده في الجامعه الاردنيه، مسؤولين الديبارتمنت التدريب حيوصلهم على السوفت وير بانه هذا تدرب وهذا تدرب وهذا تدرب بالوقت الفلاني. وكمان حيكون عندنا فلتر اوبشنز، اذا انا بالصلب مش ضروري اعرف شو في صيدليات بالزرقاء ولا شو في صيدليات باربد، فبفلتر الصوت بيطلع لي في 20 صيدليه مين اقرب علي، بالتالي بختارهم وبقدم عليهم. الحمد لله رب العالمين، فارمافايل زي ما حكت ساره بدايه السيشن فزنا بمسابقه بي ذا سوليوشن اللي طرحها بالتعاون مع دكتور محمد عوده وجي بي اس اي، وفزنا فيها الحمد لله بالمركز الاول، ومن خلالها تأهلنا للأنوال كومبيتيشن تبعت الشبكة العربية للابتكار وفزنا فيها المركز الثاني، وفزنا فيها ببارتشلي فوندد انترنشيب بكوينز يونيفرسيتي أنا وزميلتي جود جبريل، والحمد لله كمان أخذنا دورة انتربنورشيب بوتكامب. وهذا هون بيجي اللي هو لما تلاقي الباشن تاعك. أول ما طلعت فكرة فارمافايل بشهر 5 كان البوتكامب شهر 9، ففكرة أنميوتو يعني مش ناضج إنف لسه بينها تقدم على بوت كامب كبير لمنظمة عالمية أصلها من هولندا وإلها برانش هون بالأردن، كانت فكرة جدا متخوفة. ظليت يعني بالإلحاح على مركز زيادة وابتكار عنا بالجامعة الأردنية لحتى قبلوني، وكان أبليكيشن قوي نحس إنه في هون في هوب في هذا ممكن يطلع منه هذا البروجكت إشي. فالحمد لله شاركنا مع سبارك، هذا خلى الفكرة جدا ماتشور وخلاها جدا واضحة بالفاينانس بالماركتينج بالأمور المالية بالأمور الأوبريشنال، كان كل أمور تمام والحمد لله. بعد ما خلصنا من شبكة عربية ابتكار كانت انترشيب، طبعاً هاي مفروض تكون شهر 7 قبل كورونا اللي هو هسه كمان شهرين، ولكن ما بنعرف شو حيصير فيها. والحمد لله كمان قدمنا على وزارة الشباكة في ملتقى الرياديين من بين 511 فكرة، الحمد لله فارمافايل تم اختيارهم من بين 44 فكرة، وكان في مسابقة لسبارك أونلاين من بين كل فيديوهات الأفكار تطرح فيديوهات، والحمد لله فيديو تبعنا جاب الرقم الأول ب 22,000 فيو وأكثر من 2200 لايك، وطبعاً كان فوز على اللايكس. من أكثر التحديات، سارة لما حكت لي لازم تحكي عن التحديات، أنا أول شيء تحدي خطر لي معدلي بالجامعة ووضعي الأكاديمي تابعي بالجامعة. فعلياً أنا لحد اللحظة هاي لساتني عم بعاني كيف إني عم بحاول إني أوصل لحالة الاتزان بين حالتي الأكاديمية بالجامعة وهي طبعاً مهمة، وبين الأشياء اللي بحب أعملها.
فلقيت اني انا جدا متشعب، عندي فكره فارمافايل بس لسه ما طرحتها، لساتني مثلا ماسك ورك اكسبيرينس معين بالنادي الطبي، لساتني مثلا عم بعمل مهمه معينه هون، عم باخذ دورات هون، عم باخذ دورات هون، وهذا إشي مش غلط، ولكن حسيت اني لازم اكرس حالي لشغله واحده، وما بقدر اني اكنسلهم كلهم واظل بس على الوضع الاكاديمي لحد ما اتخرج، فقلت لازم اختار واحده، واخترت فارمافايل. ف يعني بطلت اروح على الايفنتات، اخف الكورسز صرت اخذها اخف، فكل هاي السكيلز تقريبا قلت، ولكن قلت كل شيء له ضريبه، فبالتالي بس فارمافايل وحاجه اكاديميه، ولحد الان لساتني عم بحاول انه نوصل لهذا الاتزان. واغلبكم هون باصدقائي بيعرفوني بانه لساتني عم بعاني، ودائما بشكي لهم الجي بي اي تبعي واطي، لازم نرفع، شو بدنا نسوي، انت صيدلاني وما انت صيدلاني. وحبيت دكتور زيد حكاها بانه قبل اي شيء انت بالاساس صيدلاني، والدي اللي معرف انه معدلي واطي قال لي احمد انت بدك تصير بزنس مان وبدك تصير انتربرنور ومختص بالماركتنج وهي الامور، طب انت اصلا مش صيدلاني عشان تصير فارماسي انتربرنور. فهذا الكلام كان جدا مهم بالنسبه لي، فخلاني انه لا خلص فارما فايل بيور، وامسك بالجي بي اي واحاول على قد ما اقدر اني اعدل منه. فعليا نصيحتي، الكل حيحكي النصيحه بانه خذ كورسز، اعمل فولنتير وورك، امسك ورك اكسبيرينس تنمي قدراتك، كنا بنتفق هذا الإشي، ولكن أنا اليوم بدي أحكي عن إشي واحد معين بالنسبة إلي ساعدني جدا، وممكن هو على الأغلب هو صعب وعلى الأغلب هو سهل. بالنسبة إلي هو السفر. السفر أنا زلمة جدا محب السفر. ليش؟ لأنه يعني ما سافرت بحياتي إلا في حياتي الجامعية، ما كان صح لي إني أسافر إلا على سوريا، وعلى نرجع على سوريا ونطلع على سوريا لأنه كان عندنا قرايب هناك، فلا بدي سفر حقيقي، تطلع برا، تركب طيارة. فبالنسبة إلي السفر المفيد الأون بوينت هذا خلاني جد بأنه يضيف علي كبني آدم، ككونكشن، كمايند سيت، كانتروبنورال مايند سيت، إنك تشوف العالم اللي برا. ففعليا من أكثر السفرات اللي بحبها، هنا حاطها بالسلايد، كانت بشهر 12 منتدى شباب العالم، هذا أي حدا بيقدر يقدم عليه، والآن رح أحكي لكم كيف آلية التقديم على هاي الأمور بالسلايدات اللي تحت. قابلنا فيها ولي العهد، وقابلنا فيها وزير الشباب والسفير المصري في شرم الشيخ. هناك كان يعني كان في أكثر من 7500 أجنبي، كلهم يوث، كلهم قدنا من بين 20 ل 35 سنة، بيحكوا تخصصات، لما تيجي تتعرف عليهم بيحكوا تخصصات، أنا بدرس ماسترز، أبصر شو أنا، بس في أسماء تخصصات إحنا هون بالأردن ما بنسمع عنها. SDGs عم يدرس ماستر، SDGs عم يدرس Sustainable Development، في أشياء غريبة. هذا خلى الواحد يتفتح بأنه لا أرجع ريسيرش، أنا لازم أعرف عن إيش بيحكي هذا البني آدم. طبعاً غير connections الرهيبة، وطبعاً كان في hall for entrepreneurial ideas، إن شاء الله بدي أحاول السنة الجاية أقدم فارمافايل عليه. فخلينا تروح هناك تتعامل مع youth entrepreneur، بأنه احكي لي أكثر عن الفكرة تبعتك، فهذا بيفتح المايند سيت تبعك. وسافرنا على تونس مع ايرازموس بلس، كان بروجكت لمده اسبوع نحكي فيه عن الانتي راديكاليزيشن، عدم التحيز عن طريق السوشيال ميديا، مع انه كان بعيد عن تخصصي كصيدله او حتى عن الرياده، ولكن كثير استفدت، كان جدا جميل. وكمان مع جي بي اس اي سافرنا ستودنت اكسشينج بروجرام، رحنا على تركيا، شفنا كيف الصيدليات بتركيا كيف عم تشتغل، كيف في عندهم قوانين، كيف الطلاب عندهم، الطالب اللي ما بياخذ انترنشيب في شركه من شركات الكبيره الانترناشونال على السنه الثالثه، هذا يعتبر طالب بمطقع البكالوريوس سرعة الكلمة فعليا. فهذا خلانا انه لهالدرجة في باشن عندهم بانه لازم هو during الجامعة لازم ياخذ internship في واحدة من الصيدليات. فكانت رحلة تركية، شكرا لجي بي اس اي، كانت جدا رائعة، كانت في مرمر يونيفرسيتي وهي الصنف الثاني في كلية الصيدلة على مستوى التركية كاملة. فخلينا كيف نحكي هلا، في ناس حكي لي سفر تمام، ولكن السفر احيانا صعب. طيب هاي الاوبورتونيتيز من وين نجيبها؟ بالنسبة لي راح أعطيكم عدة مواقع يمكن لأغلبكم هي معروفة، ولكن للي ما بعرفها، هاي مواقع موجود فيها كل أنواع الأوبرتونيتيز، سكولرشيبس، إنترنشيبس، كونفرنسز، أوردز، كومبيتيشنز، كل الأنواع ممكن تفكروا فيها. في موقعين زي ما تشايفين على الشاشة، مرجع دوت كوم وهو مصري، وفرصة دوت كوم هو لأردني لدكتور اسمه سامح، دكتور سامح صديقنا عمل فرصة دوت كوم. طبعا هم الاثنين ممكن تعتمدوا واحد، هم الاثنين بيشيروا تقريبا نفس الكونتنت، ولكن اعتمدوا واحد، في مرجع دوت كوم وفرصه دوت كوم. بالاضافه في واحد طبعا اللي كان هسه مصري واردني، وفي واحد اللي هو العالمي شوي انترناشونال، اللي هو طبعا الكل بيستخدمه، هيو بالصوره اللي فوق اللي هو youth opportunities، www.youthopportunities.
هذا موجود عليه تقريبا كل الاوبورتونيتيز، ويا ما شفنا فيه انترنشيبس وشفنا فيه اشياء للسفاره الامريكيه وما الى اخره. وفي موقع، مش موقع، هو جروب فيسبوك موجود على الفيسبوك لصديقنا اسمه جوردانيان يوث اوبورتونيتيز، تقدر تاخذوا سكرين شوتس لهاي السلايد، واذا حابين كمان تاخذوا سكرين شوتس للسلايد اللي قبلها لفرصه.com مرجع.com. فبالتالي youth opportunities، وفي عنا الفيسبوك Jordan youth opportunities. من أول أشياء خلتني أتعرف على هذول أصلاً وإني أنخرط في الأمور اللي إحنا عم نتعلمها هي زينك. زينك لما أول ما حطيتهم سيفرس على الفيسبوك بكل بساطة، حطيتهم سيفرس على الفيسبوك صار تطلع لي إيفنتات وما إيفنتات وأكثر. فهون نرجع على موضوع الباشن، لازم تجرب، لازم تروح تشوف ناس أكبر، ناس قاطعين شوط بالفيل، زي مثلا زميلنا صالح الحنش. انا اول ما عرفت انه هو مهتم بالسيلز دغري انا زلمه تواصلت معه وقلت له انا بدي اشوفك، تعال بدي اشوفك، احكي لي اكثر، انت شو عم تعمل، ليش انت مش بالصيدلي، شو عم تعمل بالكونسلتنس، انت من وين لك هاي الخبره انك تعمل استشارات رياديه. قعدني وفهمني وكان فيري 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 نايس كونفرسيشن بيني وبينه. فبالتالي زينك وما يشابه زينك يفضل انك تحطوها سيفرس على الفيسبوك بكل بساطه، انكم تتابعينهم اول باول، وعن طريق هيك بتلاقوا الاوبورتونيتيز اللي ان شاء الله بالاخير حتلاقوا الباشن تبعكم بالاخير تمشوا فيه اكثر واكثر. في كوت انا جدا جدا بحبه بحكي where there is a need، او خلينا نسميها gap، there is business، there is innovation and there is invention. بالنسبه لي وجود needs، لانه احنا ما عم نعيش بمجتمع مثالي ولا حياتنا مثاليه، دائما في need، دائما في حاجه، دائما في gap لازم يجي حد يغطيها. ما دام في نيت وهي دائما حتكون موجوده، في هون حدا حيجي يعمل بزنس يلف البكره وتمشي الامور تمام. فبالتالي وين ما تحس في نيت، طلع على حياتنا بشكل عام بالاردن، خلينا نحكي في نيت هون معينه، في جاب هون معينه، هل انا بقدر اغطيها؟ اذا بقدر اغطيها انا بقدر اعمل بزنس، انا بقدر اكون ريادي اعمال، بقدر اعمل ابتكار، بقدر اعمل اختراع. انا بنصح جدا ب تي في شو بحضره على اليوتيوب اسمه شارك تانك، شاركس تانك، اللي هو بيجوا الناس ريادين اعمال بيطرحوا فكرتهم على 5 انفسترز، على مستثمرين، وبصير يحكوا عن فكرتهم وقديش هم بده يستثمروا فيه. في افكار جدا غريبه وبتاخذ استثمارات بمئات الالاف من الدولارز، فهذا جدا جدا بيفتح الامور، اسمه شارك تانك للي بحب يتابعه. فبالتالي بدي ارجع اكد، وين ما تحس في نيد، في حاجة، نفس الحاجة اللي بلبيها فارما فايل بتوفير الوقت، توفير الجهد، إثبات الإفيشنسي، اعمل ربط بين الترينينج وبين الكامبانيز انترنشيبس، وبين إنه ممكن هذا الزلمة اللي أخذ سوفت سكيلز تبعت الصيدلية وممكن أخذ سوفت سكيلز تبعت الكامباني، بأنه يرجع as a qualified employee، كموظف أقوى. لما أنا أكون ماخذ انترنشيب بفايزر وغيري مش ماخذ انترنشيب بفايزر، وإحنا اثنين نفس الكومبتنسيز، نفس الكفاءات، هياخذوا تبع اللي كان عندهم already بتدرب ببلاش. فبالتالي وين ما في جاب انت تقدر تيجي تغطيها وتعمل انتربرينورال ايديا. هاي مسج انا جدا بحبها وجدا بقدرها. شكرا كثير. انا بعرف تعديت الوقت، انا حاط تايمر برضو مع ساره. هاي كونتاكت تبعت فارما فايل، احنا موجودين على لينكدين، على انستغرام، على فيسبوك. بالنسبه للويب سايت، الفيصل على الويب سايت، الويب سايت كان المفروض انه تبي لانشد ببدايه شهر 4، ولكن مع كورونا حتتمدد الامور. فان شاء الله اول ما الويب سايت يعلن خليكم بالقرب على السوشيال ميديا، حتشوف الويب سايت نازل وتصيروا تابعوا اول باول وتصير اموركم احسن. شكرا كثير، وانا مبسوط كثير بوجودكم وجاهز للاسئله. يعطيك الف عافيه احمد، شكرا كثير. يا جماعه اي حدا عنده اسئله بيقدر يحط بالشات عشان نسال احمد. احمد انا عندي سؤال لك قبل ما يكتبه. امري. ايش اكثر صعوبه واجهتها بتاسيسك لفارمافايل؟ يس انا كنت حاب احكي عن هذا الموضوع بس عشان الوقت. فارما فايل الصيدلاني مش بتقبل انه ينزل اوريدي على بلاتفورم. انا والدي نفسه عنده صيدليه بيقول انا يا احمد اوريدي بتهرب من هذول الطلاب، انا عندي اكسبايرز، انا عندي موظفين، انا عندي فاينانس، انا يلا الحق على الزباين، ولا الحق على الهاي، بدك تجيب لي كمان تجبرني اني اصير طلاب. ظليت بهاي الصعوبه لحد انه حاول اقنعه، واقنعته الحمد لله بالاخير يصير يستقبل طلاب اكثر، انه هذا التريني ممكن يرجع لك برجوع بعد ما يتخرج على صيدليتك يشتغل. فبالتالي حيجيك حدا فاهم السيستم اوريدي تبع صيدليتك، متشرب الصيدليه تبعتك وطريقه الزباين كيف عم يجوا فيها، فبالتالي اقتنع اكثر. ونفسه على موضوع الانترنشيبس، وصارت اكثر حدا عارف انه الانترن كيف بيكون مفضل جدا للشركه اللي اشتغل فيها. فبالتالي لحد ما طلع قانون CBD، الكونتينيوس
بروفيشنال ديفلوبمنت شيء زي هيك، وهو اجبار شبه اجبار نقابه الصيدلي بانه لازم الصيدلاني اذا درب طالب عنده بالصيدليه راح ياخذ ساعات تطوير مهني، وهي اجباريه على مدى 5 سنوات حتى تتجدد مزاوله المهنه تبعته. فهذا ساعدنا انه صار في قبول، لحد الان صار عن 20 فارماسي اجريمنت، عن الان 20 صيدلي عم يستنوا بلاتفورم انها تجهز، وان شاء الله حيكون هذول بايلوت اللي نشتغل عليهم اكثر ونثبت الفعاليه تبعتنا في لينك الطلاب مع الصيدليات. فهي اكبر صعب عم تواجهنا الفارما، فهي لساتها موجوده تقريبا. في كان سؤال لو انت عم تشرح بس دقيقه. يس انا ما شفت. في براءة كانت سائله الداتابيس تبعت فارما فول بتغطي اي مناطق، انه اذا انت بادي هلا بمناطق معينه ولا شامل كل المملكه؟ هلا العشرين صيدلية هذول مفترقين واغلبهم من السلط، لاني انا اوريدي بالسلط. بس الداتابيس هاي حتشمل طبعا، عملنا اجتماع مع دكتور زيد الكيلاني ومع دكتور محمد ابو عصب نائب النقيب، وحبوا الفكره جدا وراح يدعموها ان شاء الله تعالى، بانه احنا هاي داتابيس راح تغطي كل المناطق، مينلي عمان واربد والزرقاء والسلط، ومينلي كمان اخذنا كاتيجورايزيشن ثاني بانه نعملها على الجامعات. حنبلش بالاردنيه هاشميه تكنو، بعدين الجامعه الاهليه لانها خاصه حتكون اول خاصه، فحيكون تو كاتيجوريز، حنوصل لكل المناطق كسلط عمان اربد، وحنوصل لكل الجامعه، نوصل عند مسؤول الديبارتمنت التدريب، مرحبا احنا عنا صيدليات، هات الطلاب تبعونك خلي جزء منهم يتدرب حتى يثبت الفعاليه، بعدين كثير كل الصيدليات تيجي، فحتى نثبت الفعاليه تبعتنا بدنا سنه، بالتالي حنوصل لكل مناطق المملكه باذن الله تعالى. وبحب من هاي المنصه اشكر جدا التيم الحالي اللي معي، زينه العتوم، دانا مرعي، وانفال محمد على وجودها، وجود جبريل في الاوبريشنال على مجهودهم الحالي صراحه. فيس تمام. في سبب تسأل الفرص التدريبية بتكون ناشنال أو مالتي ناشنال، وفي سؤال بيشبهه إنه التدريب برضو متوفر بشركات أدوية ولا مستودعات ولا بس صيدليات؟ هلا لو تشوفي أنا بالماركت بالماركت سيجمنت اللي حطيته بالسلايد، بإنه في عنا 300 كومباني، هاي 300 بتجمل مستودعات أدوية، مستودعات بوكالة، مستودعات بغير وكالة، مستودعات إنترناشنال، مستودعات ناشنال، هيكون نحاول نوصل لكل الماركت سيجمنت هذا بإنه يطرح إنترنشيبس بروجرام. وبعضهم اصلا بيطرح انترنشيبس بروجرام بس لما الطالب يجيهم، الان حناخذ هاي كلها ونجمعها هاي الداتا ونحطها بمكان واحد بحيث الطالب يصير هو اللي ينقي ويختار انترنشيبس. فتاي انترنشيبس حتكون بكل انواع الانستتيوشنز والفاونديشنز والكومبانيز والدراج ستورز الموجوده عندنا بالبلد. طيب في حدا بحكي ليان، in your opinion what are the skills required for business development؟ بالبزنس ديفلوبمنت صراحه بانه بالنسبة إلي بأنك دائماً تحس حالك ناقص. بحس بالنسبة إلي أول ما أحس حالي إنه أنا جست هذا بلاتفورم بجنن، ما في دي التزمة ضيعتها، بحس لا هون الديفلوبمنت صار صفر. فلازم دائماً إني أعمل ريسيرش، talk with the persons you trust، دائماً في عدة من أصدقاء دائماً أتواصل معهم، والدي بالنسبة لي هو الكونسلتنت تبعي، بأنه دائماً لازم تحس في نقص، لا في نقص دائماً حط في نقص، حتى بهذا النقص اللي أنت تظن هو موجود وهو على الأغلب موجود، أنك تعمل فيه ديفلوبمنت. فبالتالي من فارما فايل كان أنه بس تريننج، بعدين طب ما هو انترنشيبس، في يعني الطلاب بدهم انترنشيبس، زي ما حكى الدكتور زي أنت لسه تاخذ كورسز مثلاً، طب لو أخذنا هاي انترنشيب إذا أنت مهتم بالآر إن دي مثلاً روح نحط الآر إن دي بالحكمة، أو إذا أنت مهتم بالسيلز تروح مثلاً تمشي مع ميديكال ريبريزنتيف بفايزر وما إلى ذلك. فبالتالي هاي هي السكيلز، بينك دائماً تحس في جاب معينة وأنت بدك تيجي تطورها أكثر with research. في طيبة بتسأل مستقبلاً بتفكر توسع في الدول العربية؟ totally. We did research مع أصدقائنا من إمرو IPSF بفلسطين بمصر والجزائر ولبنان، حكينا معهم هل عندكم هاي needs؟ تقريبا عندهم هاي needs بس باختلاف السيستم، هم عندهم إنه في وقت معين لازم تروح تعمل training، بس بهذا الوقت لا، بهذا الوقت هون إلزامي، بهذا الوقت لازم تروح هون. فإحنا we are aiming حتى to expand region اللي خصوصا بموضوع job opportunities، بعد to build competencies كtraining وكإنترنشيبس، بدنا نصير نطرح بأنه هدول الناس اللي تدربوا صاروا جاهزين بأنه برضو نساعدهم على التوظيف. فهذا في need regionally، وعملنا هاي البحوثات فلسطين ولبنان والجزائر ومصر زي ما حكينا. تمام أحمد، to wrap up I would like to ask you إذا في هيك advice ممكن تعطيها للطلاب أو fresh graduate other than okay finding passion and following it، هيك إيش في advice حسيت إنها ساعدتك، أشياء ممكن ساعدتك وتحكيهم للطلاب؟ yes. هلأ فلنفرض انه بعد ما انتهى موضوع الباشن او بعد ما انتهى انك تعرفت وين بدك تروح، انا مع التجربه
قبل ما اطلع بموضوع فارما فايل كنت حاب زي ما حكيت نعمل منظمه بزنس، طبعا ما فيها اي امور ربحيه، وفارما فايل طبعا ما فيها اي امور ربحيه لحد الان، بانه خلص بزنس لا فارماسي ستودنتس. فانا مع التجربه، وزي ما حكيت حتى زميلتي قبل، بانك لما تكتب على ورقه فكره معينه لا روح جرب اعملها، واروح على الماركت ريسيرش بسموه بعالم انتربرنورشيب، بانك لازم تروح تعمل ماركت ريسيرش تشوف في نيد لهاي الفكره ولا لا. فانا ماي وان ادفايس بانه ابدا ما برايي انا كشخص ابدا ما بشوف حالي دائما حضل موظف تحت حدا، او دائما حكون فوقي في سوبرفايزر، وهذا طبعا ماي بيرسونال بيرسبكتيف. فبالتالي انا بشوف بانه دائما جرب انك تعمل شغله، دائما جرب انك تعمل شغله تلبي نيد من الاشياء الموجوده في مجتمعنا حاليا، لانه في نيد وانت بتقدر انك تسوي واحد من الامور اللي تحل هاي النيد. ف this is my advice. تمام. في أسئلة كثير حرام لا انا سالتك كل اسئله ضايل. ممكن الشغف يتغير مع الوقت براء؟ يا توتالي. انا بتعرفي الشغله اللي خايف منها، طبعا الوالد بيحكي لي اياها، فارما فايل بكره حيدوب، او مثلا حتسلمه لحدا وانت تروح تعمل شيء ثاني. صراحه لحد الان لحد اللحظه هاي بحس انه الباشن ممكن يتغير، بس بارتشلي يتغير، ما حيتغير توتالي. اذا انا الباشن تبعي بالبزنس والماركتينج ما حيروح فجاه يصير ار ان دي انا بتروح اعمل بحوثات. فالباشن ممكن يتغير سلايتلي، لانه ممكن يتغير الهدف. انا بدي اصير والله بدي اعمل بلاتفورم، بس ممكن اصير بالاخير اعمل اورجانيزيشن، او اروح اعمل والله شركه استشارات، بس انه بالاخير هذا كله بالاخير بصب على البزنس. فالباشن ممكن سلايتلي يتغير، بس الجول نفسه ما حيتغير. تمام. واخر سؤال من الاء، طيب تنظيم الوقت كيف بدنا نتحكم فيه؟ انت بالنسبه لي انا ما بقدر احكم هذا الشيء ابدا، ما بشوف حالي كواليفايد بالتنظيم، لانه لو بقدر انظم وقتي كان عملت مانج بين امور انا اوريدي عم بعملها وبين الجي بي اي اللي هسه حكينا عنه بمعدل الاكاديمي. فتنظيم الوقت انا مشكلتي انه الشغله اللي بحبها دائما بحطها برايوريتي، وهذا بلشت اراجعه بانه لا، الاكاديميك سيتويشن الحالي هو برايوريتي عشان اتخرج بعدين ارجع اعمل البرايوريتيز الثانيه اللي انت عم تعملها. فبالتالي تنظيم وقت ما بقدر توتالي انصحك، ولكن بما انك بتحب الشغله حتلاقي لها الوقت لازم بانك تشتغلي لها وتوصلي فيها للجول اللي حابه توصلي. تمام. اي ثينك هيك خلصوا الاسئله. اذا انت عندك فاينل ريماركس اي شيء بتحب تحكيه للطلاب؟ صراحه مش زي ما بيحكوا ساره في فيجن وميشن وما الى ذلك، طبعا لحد الان ما بعرف شو الفرق بينهم، بس الفيجن تاعتي هو بدي اياها توصل للكل، بأنه إحنا من نوصل لسام بوينت إنه في إشي مختلف عنا كفارماسي ستودنتس. كفارماسي ستودنتس لسه مقاعد دراسة، بدي نثبت لأز يعني على مستوى الريجن أو على مستوى حتى الأردن وللناس الأكبر منا أو للناس زي النقابة أو للشركات، بأنه إحنا كفارماسي ستودنتس، وأكبر مثال على ذلك JPSA. لما نحكي JPSA هي فارماسي ستودنتس، بينهم بيقدروا يعملوا شغل معين. فالباش تبعي بأنه عن جد بأنه نوصل لمرحلة أنه يحكوا هذا عمل طلابي صيدلاني. فساعدونا أن نوصلكم لهاي الفيجن، ساعدونا أن تبيل كومبتنسيز ونبني حالنا أكثر ونطور من هاي الأفكار اللي عنا إياها كلنا، وإن شاء الله نلتقي كلكم فيكم على خير على بلاتفورم فارما فايل. هاي مش إن شاء الله. يعطيك ألف عافية أحمد، عن جد it's great advice and great session، والبيتشنج تبعك يعني on point ما شاء الله، يعني professional على آخر. Oh, thank you for sticking to the time. أنا حطيت تايمر، يعني عن جد very professional. وأنا شخصيا أنا كتير استفدت، فيعطيك ألف عافية. شكرا لك. شكرا لكل حدا حضر، يعطيكم العافية. رح نبعت بس feedback form بتمنى تعبولنا إياه، وإذا عندكم أي comments أي feedback whether negative or positive يريد تعطونا إياها. وشكرا. We'll see you next time إن شاء الله.